السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي في كل مكان. بنكون مع حضراتكم من الساعة 9 وحتى الساعة 12 علشان نتكلم مع حضراتكم في كل الأخبار الموجودة على الساحة الرياضية، أخبار النادي الأهلي وآخر الأخبار العالمية والأخبار المحلية. وكمان هيكون معايا في الجزء الثاني من الحلقة اثنين من النقاد الرياضيين التقال، الصحفيين الكبار جدا اللي هيتكلموا معايا في استعداد الأهلي لمباراة يوم الخميس إن شاء الله أمام نادي الإسماعيلي. وأكيد هنتكلم على مباراة أمس الأهلي أمام فريق تاونشيب، وهنتكلم أكيد بشكل عام عن الوضع الحالي للكرة المصرية والمدير الفني القادم للمنتخب الوطني. معايا طبعا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، وأيضا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ جمال الزهيري، هيكونوا معايا في الجزء الثاني من الحلقة. طبعا كنا مع حضراتكم امبارح، غطينا لقاء النادي الاهلي وفريق تاونشيب رولرز، واتكلمنا بشكل كبير عن اهم النقاط الايجابيه اللي شفناها في مباراه الاهلي، ويعني ان شاء الله ازاي هيستعد لمباراه يوم الخميس القويه جدا امام نادي الاسماعيلي في بدايه الدوري الممتاز. النادي الاهلي غادر مطار بوتسوانا وفي الطريق إلى عودته إلى القاهرة علشان يستكمل استعداداته لأولى مبارياته في الدوري. طبعا معنا أخبار كتيرة خاصة بالنادي الأهلي زي ما حضراتكم متعودين، بتكون دايما هي فقرتنا الأولى، الفقرة اللي بتضم كل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي بلعبة كرة القدم، أخبار عن الألعاب الأخرى، وأيضا أخبار آخر القرارات اللي موجودة لو في قرارات من قبل مجلس الإدارة. لكن الخبر المهم الخاص بي يعني أول خبر مهم معايا خاص ببكرة إن شاء الله، زي ما أعلنت امبارح وقلت إن النادي الأهلي طلع بيان قال فيه إنه هيعمل احتفالية يوم الاثنين إن شاء الله علشان يحتفل بكل الألعاب الجماعية والفردية على الإنجازات اللي حققوها خلال الفترة الماضية، وإن هي هتكون خطوة تشجيع لكل اللاعبات واللاعبين والمدربين والمدربات اللي موجودين علشان يبذلوا قصارى جهدهم في رفع اسم النادي الأهلي عاليا. وطبعا طبعا زي نجومنا اللي موجودين مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب اللي بيحققوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف الألعاب، شفنا كمان في الألعاب الفردية غير دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، شفنا مصطفى عسل مع فريق الاسكواش وبطولة العالم للشباب أو للناشئين. أي حد بيرفع اسم النادي الأهلي، أي حد بيساهم في إنجازات وبطولات للنادي الأهلي أكيد طبعا لازم يتم تكريمه. قلنا قبل كده أن مجلس الإدارة مش موجود فقط علشان لعبة كرة القدم، مجلس الإدارة موجود علشان كل اللعبات. مجلس الإدارة بيهتم بالشباب الصغير قبل الكبار، بيهتم بالأعضاء وطلباتهم واحتياجاتهم. شايفين يعني خطوات لطفرة إنشائية في الفترة القادمة. ايضا الفرق بسم الله ما شاء الله ماشيه بشكل كويس، فريق الكوره رجع الى المسار الصحيح في بطوله افريقيا. ايضا بنتكلم على الالعاب الفرديه وبنتكلم على الالعاب الجماعيه اللي موجودين، يعني شفنا فريق الطايره، شفنا فريق كره السله، شفنا يعني بنتكلم على الرجال والسيدات بسم الله ما شاء الله كل واحد منهم حقق اللي حقق ثلاثيه واللي حقق رباعيه واللي حقق بطولات فرديه على اعلى مستوى، بالتالي دي بتحط ضغط كبير جدا على اللعيبه اللي موجوده وعلى المدربين انهم الموسم القادم مش هينفع يتنازلوا عن ولا بطوله. قدر زي ما انا هقول او بقول دايما، قدر اي حد موجود في النادي الاهلي انه يكون رقم واحد، انه يكون دايما هو اللي بينافس على كل الالقاب. ضغط اكيد محدش هيستوعبه غير اللاعبين ولاعبات النادي الاهلي، هم اللي عارفين يعني ايه مسؤوليه، يعني ايه بلعب على بطوله، يعني ايه اموت نفسي لحد اخر وقت، يعني ايه حماس، يعني ايه رجوله داخل الملعب. كل الكلام ده كله طبعا عارفينه من خلال روح الفانيلا الحمر،
عشان كده مجلس الإدارة إن شاء الله، وده أول خبر موجود معايا بشكل رسمي إن الأهلي يدعو وسائل الإعلام لحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية. إن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب دعا جميع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة لحضور احتفالية تكريم الفرق الرياضية المقرر لها بكرة إن شاء الله الاثنين. النادي الأهلي بيقيم الاحتفالية في الساعة 7 من مساء غد بكرة إن شاء الله، احتفالية كبيرة بملعب مختار التتش بالجزيرة لتكريم الفرق الرياضية واللي حققت المراكز الأولى في المسابقات المختلفة الفردية والجماعية على مستوى جميع اللعبات والفرق بالنادي. وكانت اللجنة المنظمة للاحتفالية، طبعا النادي الأهلي كل حاجة بيعملها لازم يكون فيها نظام ويكون فيها سيستم محطوط علشان تخرج بالشكل اللي عارفينه عن النادي الأهلي. اللجنة المنظمة للاحتفالية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عقدت اجتماعا مهما لوضع الرتوش الأخيرة للاحتفالية لتخرج بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي وأبطاله. والتكريم طبعا جه في إطار سياسة مجلس الإدارة في دعم الكبير لمن يجتهد ويبذل الجهد ويرفع راية النادي الأهلي في كل المناسبات داخل مصر وخارجها، ويعلي من شأن نادي القرن الإفريقي، وزي ما أنا قلت تحفيز إلى الآخرين من الرياضيين في النادي لبذل الجهد حتى يصلوا إلى مرحلة البطولة ويحققوا الإنجازات التي تعلي من قيمتهم وترفع راية ناديهم. ده طبعا هيكون بكرة الساعة 7 إن شاء الله. قناة النادي الأهلي أكيد هيكون ليها دور مهم جدا في الاحتفالية، وهننقل لحضراتكم لحظة بلحظة من داخل النادي الأهلي وملعب مختار التتش الساعة 7 بتوقيت القاهرة. خبر الثاني، إدارة الأهلي تكرم الفرق الرياضية اللي حققت المراكز الأولى، ده ليه علاقة بالخبر الأول طبعا إن بكرة إن شاء الله هيكون في الاحتفالية اللي خاصة بتكريم كل الفرق اللي حققت المراكز الأولى. نروح للأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في بوتسوانا، واللي من خلاله كان وشه حلو وقدر النادي الأهلي يحقق فوز مهم جدا جدا على فريق تاونشيب رولرز في دوري أبطال أفريقيا في الجولة الرابعة بنتيجة 1-0. الأستاذ خالد قال قادرون على تخطي الصعاب وحققنا فوزا مهما. طبعا فوز مهم جدا، فوز بثلاث نقاط غاليين، فوز يعني ممكن يكون البعض مش راضي عن أداء النادي الأهلي، لكن احنا عارفين النادي الأهلي كان بيمر بظروف صعبة في خلال هذه البطولة. من لقائين كان عندنا نقطة واحدة، وبالتالي كان لازم ناخد الست نقاط دول علشان يفرقوا مع مشوار النادي الأهلي في البطولة المهمة والمحببة لدى لاعبي النادي الأهلي. أستاذ خالد قال إن لاعبي الأهلي أكدوا أنهم قادرون على تخطي الصعاب لتحقيق هدفهم في المباريات، وموضحا أن اللاعبين تحملوا على أنفسهم وحققوا فوزا ثمينا على تاونشيب البوتسواني أمس السبت في بطولة أفريقيا تحديدا في الجولة الرابعة. النادي الأهلي بالمناسبة عنده اللقاء القادم إن شاء الله هيكون أمام الترجي التونسي في تونس في ملعب رادس، اللي دايما بيكون وشه وش الخير والسعادة علينا، ونقدر نحقق من خلاله بطولات أو انتصارات في مباريات داخل البطولة الأفريقية. أشار برضو الأستاذ خالد إن الأهلي واجه ظروف صعبة خلال رحلة السفر إلى بوتسوانا، بدءا من رحلة الطيران الشاقة اللي سافروا إلى أديس أبابا وترانزيت ساعة ونصف، ومن بعد كده توجهوا إلى بوتسوانا. كمان محدش ينسى المواقف اللي مر بيها النادي الأهلي في خلال سفره، موقف الأتوبيس على سبيل المثال لما شفنا إن قبل المباراة أو آخر تمرينة للنادي الأهلي قبل مباراته مع فريق تاونشيب اللي كانت يوم الجمعة، اتفاجئنا كلنا مع مراسلنا اللي موجود دايما مع النادي الأهلي في كل مكان محمد سعيد إن الأتوبيس غادر التمرين النادي الأهلي، وإنه يعني ألقى بكل أشياء داخل الأتوبيس، ألقى يعني السواق دخل جوه الأتوبيس طلع كل الشنط الخاصة بلعيب النادي الأهلي، الكور، الإقماع، كل حاجة خاصة باللعيبة ومستحضرات التدريبات. وبالتالي كان موقف صعب جدا،
الاتوبيس مشي، استاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه معاه الكابتن محمد يوسف، حلوا الموضوع بشكل ودي، اتصرفوا في عربيات ملاكي، اتصرفوا في عربيات اجره، نقلت اللعيبه من مكان التدريب او الملعب الوطني لفريق تاونشيب رولرز لمقر الاقامه، وبالتالي دي من ضمن الصعاب طبعا اللي واجهها النادي الاهلي في خلال مشواره الى رحله بوتسوانا. السفر لافريقيا صعب جدا، ممكن حد يعني يقارن ما بين دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا، الفرق واضح جدا وشاسع. في ابطال اوروبا البلد من البلد لاوروبا قريبه جدا وعندهم طيران دايركت، وبالتالي يعني الموضوع عندهم بيبقى سهل. هنا ما عندناش السفر دايما بيبقى طويل، وفي نفس الوقت بيكون مش دايركت على البلد، نادرا لما بنلاقي سفر الى العاصمه اللي بيكون الاهلي بيلعب فيها، لكن لما بيكون يعني زي بوتسوانا ما فيش سفر ليها مباشر، وبالتالي الاهلي بيسافر عن طريق الخطوط الاثيوبيه، بيبقى موجود في اديس ابابا ساعه ونص ترانزيت، بعد كده بينتقل الى بوتسوانا. استاذ خالد طبعا زي ما انا قلت في حلقات قبل كده ان بنقارن ما بين بطوله 2013، البطولة اللي كانت صعبة وبدايات صعبة جدا، إلى نهاية سعيدة والفوز بالبطولة مع الكابتن محمد يوسف المدير الفني اللي كان بيقود النادي الأهلي في وقت هذه البطولة أو في هذه الفترة. دلوقتي هو موجود مدرب عام، وبالتالي إن شاء الله يكون وشه حلو، يقدر إن هو ينقل للعيبة خبرات اللي حصلت والظروف اللي اتعرض ليها اللعيبة، وقدروا إن هم يحولوا الطاقة السلبية اللي كانت موجودة إلى طاقة إيجابية وطاقة فوز وانتصار، وحققوا البطولة في الآخر. وده طبعا اتكلم فيه الاستاذ خالد الدرندلي، وقال انه دعم كامل من المجلس للجهاز واللعيبه ومن اجل استعاده اللقب الافريقي الغائب عن النادي منذ عام 2013. طبعا كابتن محمود الخطيب كان اجرى اتصالا هاتفيا مع الاستاذ خالد الدرندلي علشان يبارك له على الفوز وينقل تحياته للعيبه، وبعديها على طول طبعا بيطمن على البعثة لحظة بلحظة حتى وصولها، وأمر مش غريب على مجلس إدارة النادي الأهلي. قدام حضراتكم دي بعض اللقطات اللي موجودة في بوتسوانا، وزي ما احنا شايفين الكابتن مصطفى كمال كان بيساعد جونيور أجاي في نقله من الأتوبيس بعد تعرضه إلى إصابة أعتقد أنه هيغيب، وهنتكلم عليها، هيغيب خلال الفترة القادمة حوالي 6 أسابيع، من 6 أسابيع ل8. طبعا يعني لاعب مهم جدا ولاعب هيفرق مع النادي الأهلي الفترة القادمة، لكن احنا متعودين دايما ان النادي الأهلي اي حد بيبقى موجود بيقدر يحل مكان اي لاعب وبيقدر يؤدي بنفس المستوى. كل اللعيبة اللي في النادي الأهلي على قدر واحد من المستوى، عندهم روح واحدة، عندهم عزيمة واحدة، عندهم هدف واحد هو الفوز. واللي عاجبني كمان اللعيبه ومستر كارترون ان اي لاعب بيلعب اساسي، اي لاعب بيبقى موجود على مقاعد البدلاء، كله روح واحده، كله ايد واحده. ممكن نشوف لاعب متضايق، لاعب زعلان، لاعب شايف انه كان يستحق انه يكون موجود، لكن ما دام الاهلي بيفوز وما دام النادي الاهلي حقق اللي مطلوب من اي حد كان هيبقى موجود في الملعب مكان اللاعب اللي شايف كده، كله بيبقى مبسوط، كله بيبقى عنده طاقة إيجابية كبيرة. جالي زي ما احنا قلنا ان دايما واجباته كاملة، وبالتالي هو عليه حقوق وواجبات لازم بينفذها، وبالتالي ده كانت نقطة مهمة جدا كنا لازم نتكلم عليها مع حضراتكم. الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير القرى، أغلقنا ملف البطولة الأفريقية وبدأنا التفكير في الدوري، وده أمر طبيعي جدا اتعودنا عليه داخل جدران النادي الأهلي. دايما الأهلي بعد أي مباراة خلاص النتيجة اتحققت، سواء مكسب وده اللي بيكون دايما إن شاء الله، لقدر الله تعادل أو هزيمة، بنبدأ إن احنا خلاص نطوي الصفحة ونركز في اللي جاي. الاهلي كسب امبارح الحمد لله، وحصد 3 نقاط مهمه جدا، الاحتفالات طبيعي جدا 2 3 ساعات لحد اخر اليوم، خلاص بعديها النادي الاهلي يقفل باب افريقيا ويطوي الصفحه ويبدا يركز
في البطولة اللي جاية. ايه هي البطولة اللي جاية او هي ايه المباراة اللي جاية؟ هي مباراة الاسماعيلي في افتتاح بطولة الدوري العام. طيب احنا كده مكملين مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي، لكن هنروح لتقرير مع الكابتن سامي قمصان والكابتن مصطفى كمال، هنشوف قالوا ايه بعد فوزهم على فريق تاونشيب رولرز في دوري ابطال افريقيا، ونرجع نكمل معاكم اخبارنا في الاهلي في كل مكان. طبعا مباراه مهمه جدا، وممكن حضرتك شفت الملعب قد ايه عامل ازاي، وشفت الظروف بتاعه المباراه كانت صعبه ازاي، والفرقه بتلعب اخر امل ليها عشان يقدروا يوصلوا للادوار يعني النهائيه. لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كالعاده يعني، وشخصيه لعيبه النادي الاهلي الحمد لله تظهر في الموقف ديت، ومباراه الحمد لله يعني كنا محتاجينها جدا، واتمنى ان شاء الله استمراريه ان شاء الله الاحسن ان شاء الله. اتعاملتوا بقى ازاي في هذه المباراه؟ انا عارف كانت في اسرار كتير وكنتوا قافلين كويس قوي على الفرقه في الماتشين. اتعاملتوا نفسيا وبدنيا وفنيا للثلاث نقاط في المباراه ديت؟ هو طبعا مستر باتريس وكابتن محمد زي ما حضرتك قلت انت وانت عايش معانا الفتره اللي فاتت ديت، النواحي النفسيه الراجل بيشاطر فيها جدا وبيتكلم فيها كتير جدا، النواحي الفنيه اشتغلنا عليها كتير في الملعب، وخصوصا الكور الثابته الراجل بيركز فيها جدا، لانه عارف بيبقى حل كبير جدا خصوصا في البطولات الافريقيه مهم جدا، عندنا اطوال كويسه نقدر نستغلها والحمد لله ده اللي فعلا حصل. التقفيل اللي قفلنا كويس كنا عارفين، ومستر باتريس اتكلم في النقطه دي ان هم هيبقى عندهم اندفاع هجومي كبير لازم نقف كويس عشان ان شاء الله نقدر نستغل الارتداد بتاعنا، ان شاء الله عندنا فرصه، وده اللي حصل في اخر ماتش كان عندنا فرص كتيره جدا كان ممكن يبقى نكسب اكتر يعني، لكن الحمد لله احنا حققنا الهدف ان شاء الله، نتمنى الاحسن اللي جاي ان شاء الله. طبعا اللي بيعمل الحاله دي طبعا مدير فني هو اللي بيبقى قادر يعمل حاله الحب ده، الحمد لله كل الناس بتشتغل باخلاص، انت عارف النادي الاهلي مكان النادي الاهلي، فهو ده اللي احنا متعودين على النادي الاهلي، وهو جاي الحمد لله يعني عنده المبادئ ديت بيقدر يعمل حاله كويسه من الجهاز، بيدي كل واحد صلاحيات، بيدي كل واحد يقدر يقول رايه في توقيت مناسب، ويقدر ياخد بكل الاراء، فدي حاله طبعا الحمد لله نتمنى ان شاء الله دايما نشوف في النادي الاهلي، ودايما ان شاء الله مع الانتصارات كده ان شاء الله تحقق اكبر واكبر ان شاء الله. شكرا كابتن سامي والف الف مبروك. كابتن مصطفى كمال رساله كارتيرون وكلامه بقول له يعني تقول ايه لكابتن مصطفى كمال جاكول كيبر يعني تعليقك؟ لا هو طبعا مبارك للجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره واللعيبه طبعا كل الناس بصراحه يعني الماتش مهم جدا، مكسب مهم جدا النهارده الحمد لله. لا هو مستر كالديرون دايما بيلعبني يعني دايما يقول لي انتوا مدربين حراس مرمى كلهم بيحبوا دايما ياخدوا وقته عشان يمرنوا، هو ده طبيعي لان انت طبعا بتبقى معاك ثلاث تجوان او اربع تجوان طبعا، فبتبتدي ان انت محتاج وقت عشان تبتدي تشتغل على جزء الحماء الاول، بعدين تشتغل على جزء مهاري جزء خططي، فبتحتاج وقت كتير، فهو بيحسب دايما يقول لي انت بتحتاج دايما لجوان وقت كتير، فالحمد لله رب العالمين. يمكن احنا الحمد لله زي ما هو قال بنشتغل كجروب واحد وكعيله واحده الحمد لله رب العالمين، والحمد لله كلنا ده اللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه في النادي الاهلي، دايما بنشتغل روح الجماعه وتيم ورك واحد، لان في الاول وفي الاخر احنا عايزين نقدم لمدينه حاجات كتير جدا، نرد جزء يعني يمكن بسيط جدا من جميل النادي الاهلي فضل علينا. احنا نعتبر في بدايه موسم طبعا، لسه الفورمه بتدخل بعد ماتش يعني تالي الاخر كده بعد ماتش، الحمد لله رب العالمين كويس ان احنا بندخل في فورمه واحنا بنحقق مكسب، ودي حاجه مهمه جدا لان احنا كمان كنا في وضع يعتبر في المجموعه يعتبر كنا اخر مجموعه، لكن النهارده الحمد لله بنحاول نعدل من وضعنا، النهارده نوصل 7 بونت الحمد لله، ده يعتبر حاجه كويسه جدا في ظل ان انت بتجهز كمان، فاتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله يبقى زي ما احنا عودنا جمهور النادي الاهلي دايما على طول ان شاء الله من فوز لفوز ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، وسمعنا الكابتن سامي قمصان والكابتن مصطفى كمال وكلامهم بعد مباراة الأهلي وتاونشيب رولرز وتعليقهم على فوز النادي الأهلي. ما فيش شك أن الفرحة حلوة، ما فيش شك أن المكسب يعني بيدي روح معنوية كبيرة جدا، وبلغة الكورة مكسب بيجيب مكسب، مكسب في القاهرة أمام فريق تاونشيب رولرز، رجع لقاء العودة في ملعب فريق تاونشيب في بوتسوانا، كسب النادي الأهلي، إن شاء الله يوم الخميس النادي الأهلي يقدر أنه يفوز بالمباراة، ودايما بتكون مسج ورسالة واضحة جدا
لكل الانديه اللي بتشارك في بطوله الدوري. اي يعني ناخدها قاعده عامه، اي فوز او اي مباراه بتكون الاولى في اي بطوله جديده بتحمل او بتحمل رساله من نوع خاص. يعني النادي الاهلي يعني قدامه فرصه ان شاء الله يوم الخميس ان هو يستغل سلسله الانتصارات اللي ماشي بيها في الفتره الاخيره علشان تبقى رساله واضحه لكل الانديه اللي بتنافس النادي الاهلي ان هي تبقى عارفه النادي الاهلي مش بيهزر في افريقيا وفي الدوري المحلي. هنروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم باقي اخبار النادي الاهلي في الاهلي في كل مكان. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي في كل مكان، ولسه مكملين مع حضراتكم باقي اخبار الفريق الاول للنادي الاهلي. والاهلي يستأنف ميرانو الثلاثاء عقب العوده الى القاهره. طبعا رحله هتكون شاقه جدا، الوقت هيكون ضيق في الاستعداد لمباراه يوم الخميس، يوم الثلاث تدريب، يوم الاربع هتكون اخر تدريب قبل يوم الخميس قبل اللقاء المهم. النادي الاهلي هيستأنف ميرانو يوم الثلاث على ملعب التتش بالجزيره، وبعد وذلك بعد العوده للقاهره من بوتسوانا، ويدخل الفريق معسكر مغلق باحد فنادق القاهره عقب مران الاربعاء المقبل تمهيدا لخوض لقاء الاسماعيلي في اولى جولات بطوله الدوري. الماتش ان شاء الله يكون يوم الخميس الساعه 7 على ملعب السلام، والبعثه هتعود الى القاهره في الواحده والنصف من فجر غدا الاثنين القادمه من بوتسوانا عقب الفوز على فريق تاونشيب رولرز في الجوله الرابعه من بطوله دوري ابطال افريقيا بنتيجه هدف مقابل لا شيء. تاني مباراه الاسماعيلي يوم الخميس الساعه 7 بتوقيت القاهره على ملعب السلام. غياب عاشور عن مباراه الترجي المقبله، قلنا ان بعد ما تلقى حسام عاشور الانذار هيغيب عن مباراه الترجي القادمه اللي هتكون في تونس في الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا. الترجي عنده 10 نقاط بعد فوزه على كامبالا سيتي الاوغندي امبارح، والنادي الاهلي عنده 7 نقاط، وبالتالي هتكون اكيد مواجهه قويه على زعامه المجموعه. نتمنى ان شاء الله طبعا لقاء مشرف ما بين الاشقاء طبعا مصر وتونس، لكن يعني مباراه ملعب رادس وشه حلو علينا، ملعب رادس بطولات، مين ينسى ماتش الصفاقس ومين ينسى ماتش الترجي اللي قدر النادي الاهلي يفوز هدف لوليد سليمان وهدف لجده، مين ينسى لقاء النادي الاهلي والافريقي التونسي والفوز بضربات الجزاء. دايما ملعب وشه حلو علينا، ملعب بيكون حاسم في مشوار النادي الاهلي، يا اما صعود الى دور مهم يا اما فوز ببطوله اغلى، وبالتالي يعني طبعا طيب معايا طبعا على التليفون واحد من اساطير الكره التونسيه اللي طبعا يعني شرف المنتخب التونسي في عديد من المحافل الدوليه، الكابتن خالد بدره. كابتن خالد برحب بحضرتك على قناه الاهلي. مرحبا بك اخويا عمر، ومرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين الكل. طبعا بنتشرف بوجود حضرتك على قناه النادي الاهلي، وتحياتنا لاشقائنا التوانسه. رأي حضرتك كابتن خالد في مشوار الترجي والأهلي في البطولة الأفريقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة الممتازة هذه. يظهر لي أنا اللي نشوف المباراة، نشوف الدوري ككل معناتها في البطولة الأفريقية، ونشوف اللي الترجي معناتها ماسك بزمام الأمور، الترجي معناتها قاعد يتقدم في مستوى كبير. اليوم في الفترة هذه الترجي هو متصدر الترتيب 10 نقاط. الترجي عنده لاعبين ممتازين في الفترة الحالية، في الفترة الحالية هذه نشوف اللي في المباراة الأخيرة معناتها ثم في كثير مباريات معناتها في الترجي معناتها تحس اللي الخط الخلفي في الترجي معناتها عنده مشكلة، إن شاء الله معناتها يدارك الموقف في أسرع وقت، وثم نشوف الانتدابات معناتها باش تصير في الفترة الجاية. في خصوص النادي الأهلي بدا يرجع معناتها الفريق الكبير دائما يقعد يمرض ما يموتش.
النادي الاهلي فريق كبير، فريق عتيد، فريق عنده لاعبين معناتها ممتازين من طراز عالي، اثبت الجداره نتاعو للنادي الاهلي، عارف كيف يسافر لافريقيا، جاب 3 نقاط، هذا يدل على فريق معناتها متكامل ومتماسك وعنده ما يقول معناتها في المباراه الجايه ضد الترجي اللي هي مباراه صعبه بالنسبه لي انا اللي نشوفها اللي هي مباراه صعبه. طبعا كابتن خالد، يعني عايز اسال حضرتك ايه الفرق ما بين نادي الترجي التونسي في النسخه السابقه من بطوله دوري ابطال افريقيا والنسخه الحاليه؟ النسخه الحاليه الترجي قوي بسم الله ما شاء الله، متصدر المجموعه، بالتالي فرصه كبيره في الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. والله نحن ما نسقوش الاحداث اللي هي السنه اللي فاتت، نجم نقول اللي هو الترجي كان اقوى معناتها في من ناحيه اللاعبين اللي موجودين. السنه هذه معناتها نشوفوا لاعبين صغار صح، ما عندهمش الخبره الكافيه، مي متصدر الدوري صح، ما يمنعش اللي الترجي عنده نقائص، الترجي عنده نقائص، ان شاء الله زي ما قلت لك من الاول ان شاء الله يدارك الموقف في اسرع وقت ويصلح الاخطاء اللي موجوده، معناتها نشوف الاخطاء موجوده في الخط الخلفي في الترجي اللي هي معناتها دائما نقولوا احنا في كره القدم ما تبني الدفاع نتاعك، تبني دفاع وسط ميدان وهجوم، الترجي معناتها عنده الخامه نتاع وسط الميدان ونتاع الهجوم تنقصوا اللي هو خط الدفاع. انا مانيش نسبق الاحداث، الترجي مش زي ما قلت انت. انا اللي نشوف ان شاء الله معناتها نقولوا الترجي ليش لا، مي نقولوا النادي الاهلي، النادي الاهلي دائما يجي من الخلف زي السنه الفارطه، جاء من الخلف انتصر على الترجي في 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 رادس، انتصر عليه 2-0 باش باللاعبين المحنكين اللي موجودين عنده في النادي الاهلي، والنادي الاهلي نحن ما ننقصوش من القيمه نتاعو، دائما نقول اللي هو الفريق القرن، الفريق المرعب، عنده لاعبين معناتها من طراز عالي، يعرفوا كيف يسافروا، يعرفوا كيف يلعبوا، وهذا الشيء اللي يدل على قوه النادي الاهلي بالاداره نتاعها بجمهورها وزاد كذلك باللاعبين الموجودين عندها. كابتن خالد، يمكن حظ النادي الاهلي دايما بيكون حلو على ملعب رادس، بطولات كتيره النادي الاهلي توج بيها، مره امام الصفاقس ومره امام الترجي، لكن هل تفتكر ان الكابتن خالد بن يحيى قدر يتعلم الدرس وقدر يذاكر النادي الاهلي كويس، والمباراه اللي جايه هتكون فعلا مباراه قويه، ندين اقوياء جدا، ونادي الترجي ممكن يعني يعرف يصنع فارق في اللقاء، ولا النادي الاهلي هيفضل معاه حظه الحلو اللي دايما بيكون مميز بيه في لقاءات الترجي او اي لقاء امام اي فريق تونسي هو ملعب رادس؟ انا نقول خالد بن يحيى لازم يقرا فريق النادي الاهلي السنه الفارطه، معناتها المدرب فوزي البنزرتي ما عرفش كيف يخرج بنقاط الفوز معناتها ضد النادي الاهلي اللي هو سوى مباراه معناتها ممتازه معناتها في القاهره بالذات وتعادل 2-2، جينا للرادس معناتها كانت نجم نقول انا قلة الخبرة نتاع مدرب، معناتها تلعب ضد فريق قوي وفي حجم النادي الاهلي وتلعب بالسيستم، معناتها السيستم اللي لعب به فوزي البنزرتي ما تأقلمش مع اللاعبين في الملعب، النادي الاهلي عرف كيف يدارك الموقف وزي ما قلت لك دائما نقول لك الفريق الكبير يعرف كيف يسافر كيف يلعب كيف واحد، يظل خالد بن يحيى اليوم يلزم يقرا كل كبيرة وكل صغيرة في النادي الاهلي، ثم نقائص صح في النادي الاهلي، مي الكلمة الأولى والأخيرة دائما المدرب كيف القراية نتاعو في اللاعبين لاعبين النادي الأهلي كيف حيبدأ السيستم مش يلعب به، وإن شاء الله معناتها نحن نشوفوا المباراة الممتازة اللي تليق بسمعة الفريقين الاثنين اللي هما زوج فرق كبيرين معناتها على الساحة الإفريقية، إن شاء الله يقدموا لنا مستوى طيب ومستوى إن شاء الله نشوفوهم في الدور النهائي إن شاء الله. كابتن خالد، أبرز ذكريات حضرتك مع النادي الأهلي وأبرز اللاعبين اللي كنت بتلعب عليهم؟ والله العظيم انا اول شيء حصل لي شرف اللي تكلمت معاكم في القناه نتاعكم. لا طبعا الشرف لينا كابتن، وانا ما لعبتش ضد النادي الاهلي وما حطتليش الفرصه باش نلعب في النادي الاهلي باش نلعب ضد النادي الاهلي. طب في المنتخب في المنتخب لما كنت بتلعب منتخب مصر كنت مين بتلعب عليه على لاعبين من الاهلي، لعبت على مين؟ والله انا لعبت المنتخب المصري كلهم انا لعبوا. طب مين ابرز اللعيبه اللي حضرتك كانت تعباك في الملعب وانت كنت بتلعب قدام منتخب مصر؟ والله ما يتعبني ولا حد، يتعبني ابراهيم حسام حسن بالكلام نتاعو بالشخصيه نتاعو في الملعب، اما دائما نقولوا لي عندهم لاعبين كبار في المنتخب المصري
لاعبين معناتها ممتازين، لاعبين معناتها من طراز عالي، ذو ثقافة كبيرة، ذو لعب ممتاز، وهذا شيء يدل على الثقافة الكروية اللي موجودة في مصر، وإن شاء الله معناتها تداوم هذه، وإن شاء الله الكرة المصرية والكرة العربية والكرة التونسية كذلك بألف خير إن شاء الله يا رب. كابتن خالد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناة النادي الأهلي، أكيد طبعا شرف لينا استضافة حضرتك وكلام حضرتك، ربنا يخليك كابتن خالد، شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناة النادي الأهلي. كابتن خالد بدرة نجم الكرة التونسية، أكيد طبعا واحد من النجوم اللي شفناهم مع منتخب تونس في بطولة الأمم الأفريقية، وأيضا في مشواره كلاعب كرة قدم سواء في تونس أو بخلافه في الدوريات العربية، يمكن أبرز الأندية اللي لعب ليها لعب في الترجي الرياضي التونسي طبعا النادي الكبير اللي كنا بنتكلم معاه عليه، وأيضا لعب في نادي الأهلي السعودي، وطبعا لعب يعني 90 مباراة دولية مع منتخب تونس أحرز فيهم 10 أهداف، وكان رأي مهم جدا جدا قبل اللقاء القادم ما بين النادي الترجي التونسي. طبعا الترجي حسم صعوده خلاص إلى الدور الثمانية، النادي الأهلي يعني بنسبة 75-80% قدر أنه يحسم صعوده، لكن محتاج مباراة الترجي علشان يأكد أكتر على وجوده، كمان مباراة كامبالا سيتي اللي هتكون ختام لدور المجموعات في القاهرة، وإن شاء الله تكون ختامها مسك على النادي الأهلي. كنا بنقول على خبر حسام عاشور يغيب عن مباراة الترجي، قلنا خلاص بسبب تراكم الإنذارات حسام عاشور هيغيب عن المباراة، كده كده كابتن حسام عاشور حصلت له إصابة في المباراة بجانب الكارت الأصفر اللي حصل عليه، فبالتالي مش هيكون موجود في مباراة الترجي بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا. مستر كارتيرون أعتقد أنه هو فضل أنه يتم تبديله بسبب عدم حصوله على إنذار تاني. أحمد فتحي واصل التأهيل ويخضع لفحص طبي جديد. أحمد فتحي موجود هنا في القاهرة بيتمرن مع اللعيبة اللي ما سافرتش واللي كانت موجودة بتستعد للتدريبات مع طبعا حسين عبد الدايم مساعد مستر مايكل ليندمان. أحمد فتحي ما سافرش بسبب أنه شعر ببعض الإجهاد اللي موجود في العضلة الضمة، وبالتالي مستر كارتيرون فضل أن اللاعب يريح لمباراة أفضل ما أنه يخسره في أكتر من مباراة. لو كان لعب مباراة تاونشيب كان ممكن الإصابة تكبر، كان ممكن يتم تغييره أثناء سير المباراة، وبالتالي كان ممكن يكون خسارة كبيرة للنادي الأهلي. محمد هاني لعب أدى، كان متألق، كان رائع، قدر يعمل الدور اللي مطلوب منه، لكن أحمد فتحي أكيد من القوة الكبيرة جدا جدا اللي بيعتمد عليها النادي الأهلي خلال مشواره في بطولة الدوري العام أو في بطولات أفريقيا. أحمد فتحي هيواصل التأهيل وأنه هيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق بعد غد الثلاثاء لتحديد موقفه من مباراة الإسماعيلي بالدوري، وأن الدكتور خالد محمود دكتور الفريق قال أن أحمد فتحي أدى جلسات تأهيلية بالقاهرة بعد ما حرمته الإصابة في العضلة الضامة من السفر مع الفريق إلى بوتسوانا لمواجهة تاونشيب في البطولة الأفريقية. وأشار دكتور خالد محمود دكتور الفريق الأول أنه هيتابع مدى استجابة أحمد فتحي للبرنامج التأهيلي اللي خاضه خلال تواجده الأهلي في بوتسوانا لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الإسماعيلي الخميس المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري العام. وحسام عاشور يخضع لفحص طبي الثلاثاء قبل مران الفريق. كمان حسام عاشور لما النادي الأهلي يرجع إن شاء الله من السفر هيخضع إلى فحص طبي علشان يعرفوا مدى استعداده لمباراة يوم الخميس، تعرض إلى كدمة قوية في الركبة خلال مباراة تاونشيب لبطولة أفريقيا. وأيضا حسام عاشور بعد ما البعثة خلصت مباراة ورجعت إلى مقر الإقامة على طول كان في بعض الجلسات العلاج الطبيعي اللي خضع عليها حسام عاشور علشان يقدر يكون مستعد للبطولة أو المباراة اللي جاية في البطولة المهمة بطولة الدوري العام. ووجود حسام عاشور ككابتن فريق ووجود أحمد فتحي كقوة كبيرة في صفوف النادي الأهلي طبعا مهم جدا في أولى لقاءاته أمام الإسماعيلي في الدوري العام. زي ما أنا قلت دايما أول مباراة بتكون رسالة قوية ورسالة صريحة من النادي اللي بينافس على اللقب، نادي الأهلي بينافس على بطولة الدوري، لازم كل الأندية اللي بتشارك في بطولة الدوري تبقى عارفة أن الأهلي
من اول مباراه مش بيهزر. الاهلي بيلعب على البطوله، بيلعب على المركز الاول، بيلعب على الفوز. جمهور الاهلي متعود على الفوز، جمهور الاهلي دايما عايز فريقه يكون رقم واحد، وده حق مشروع في كره القدم. يعني لعيبه الاهلي هي اللي عودت الجمهور على كده، وبالتالي ما ينفعش بعد ما تعود الجمهور على مكسب ان انت ما يكونش موجود فيه مكسب. طبعا النتيجه ما حدش بيكسب على طول، ما حدش بيخسر على طول، ما حدش بيتعادل على طول، لكن النادي الاهلي دايما زي ما انا قلت وهقول ان قدر اي حد موجود في المنظومه الاهلاويه الحمراء لازم يكون رقم واحد في اي مجال، مجال كره قدم، مجال كره طايره، كره سله، كره يد، العاب فرديه، سباحه، كاراتيه، جمباز، كل الالعاب دي كلها لازم النادي الاهلي يكون اي حد بيشارك فيها يكون رقم واحد. وبعثة النادي الاهلي تغادر مطار بوتسوانا. غادرت بعثة الفريق الاهلي لكرة قدم النادي الاهلي منذ قليل مطار العاصمة البوتسوانية جابروني عائدة الى القاهرة بعد الفوز على تاونشيب. والمقرر ان البعثة هتصل ان شاء الله في الواحدة ونصف فجر غدا الاثنين، يعني بنتكلم في حوالي 3 ساعات ونص او 4 ساعات الا ربع علشان البعثة تصل الى مطار القاهرة بالسلامة ان شاء الله. يحصل والاهلي حصل على راحة بكرة عبد الثلاثاء شفنا ان جونيور اجاييه يعود الى القاهرة على عكازين. جونيور اجاييه تعرض الى اصابة قوية وخطيرة، لكن الحمد لله ما طلعتش بالسوء وبالخطورة اللي كنا متوقعينها بعد ما شفنا المنظر اللي قدام حضراتكم، زائد المنظر الثاني اللي كان داخل او نازل من اتوبيس الفريق بجبس من اول الفخذ حتى الاصابه اللي حصلت لاجاييه هي ان صابونه الركبه خرجت من مجراها، وبالتالي ردها الدكتور خالد محمود داخل الملعب. زي اي كسر بيتم، لما بيتم كسر او بيحصل كسر اللاعب الدكتور في ساعتها بيرد الكسر. حصل اصابه صعبه جدا، صابونه الركبه لاجاييه اتحركت من مكانها، وبالتالي دكتور خالد محمود ردها. وجونيور اجاييه لاعب الفريق الاول رجع على عكازين بعد اصابته بمباراه تاونشيب في صابونه القدم، وذلك بعد اللقاء اللي جمع فريقين طبعا. ودكتور خالد محمود شخص او تشخيص مبدئي اصابه جونيور اجاييه هي عباره عن خلع في صابونه الركبه، وتم التعامل معها فورا من خلال رد الخلع في الملعب. و يعني بعض الكلام بيقول ان جونيور اجاييه هيغيب من 6 اسابيع الى 8، اكيد يعني شهرين او شهر ونص كتير في لاعب مهم جدا زي اجاييه. هنروح لتقرير عن جونيور اجاييه نجم النادي الاهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الاخبار في الاهلي في كل مكان. رغم كون النسر النيجيري جونيور اجاييه لم يكمل الشوط الاول من مباراه فريق الاهلي امام مضيفه تاونشيب البوتسواني والتي خاضها مساء امس على الملعب الوطني بالعاصمه جابروني، وذلك ضمن منافسات الجوله الرابعه بالمجموعه الاولى من عمر دور المجموعات في مسابقه دوري ابطال افريقيا، لم يكملها بسبب الاصابه التي تعرض لها خلال احداث اللقاء، الا انه قدم اداء رجوليا خلال الفتره التي داعب فيها الكره على البساط الاخضر، حيث كان اجاييه صاحب الفرصه الاولى للفريق الاحمر خلال المباراه من تسديده تصدى لها حارس الخصم بعد مرور 30 ثانيه فقط. استمر رجل المهام الصعبه في الضغط بكل قوه على المنافس، مستغلا سرعاته ومهاراته الفنيه وقوته البدنية العالية من أجل هز الشباك. جاءت الدقيقة 38 من زمن أحداث اللقاء لتشهد سقوط جونيور أجاييه عند حدود منطقة جزاء تاونشيب، وذلك بعد تدخل من مدافعي بطل بوتسوانا. ليظهر تأثر اللاعب بشدة بإصابة في الركبة قبل أن يتدخل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق. لم يقدر أجاييه على استكمال مجريات المباراة ليخرج على نقالة كتغيير أول اضطراري للأهلي ليحل مكانه إسلام محارب بعد مرور 40 دقيقة من زمن المواجهة، والتي انتهت بفوز ثمين للمارد الأحمر
وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الإفريقية برصيد 8 ألقاب. فاز الأهلي بهدف من دون رد أحرزه المحترف الإفريقي الآخر المالي سليف كولوبالي والوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مازيم بالكونغولي، لتحافظ كتيبة المدرب الفرنسي الكفء باتريس كارتيرون على تواجدها في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بعدما رفعوا رصيدهم 7 نقاط خلف الترجي التونسي والمتصدر الذي يملك في جعبته 10 نقاط، ليقترب الثنائي بنسبة كبيرة من العبور معا لدور 8 من عمر تشامبيونز ليج الإفريقي. الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي طمأن الجماهير العريضة على حالة أجايي بالتأكيد على إجراء أشعة رنين مغناطيسي للاعب فور عودة بعثة الفريق إلى القاهرة فجر غد الاثنين لتحديد فترة غيابه بشكل دقيق، مشيرا إلى أن التشخيص المبدئي لإصابة النجم النيجيري هي عبارة عن خلع في صابونة الركبة تم التعامل معها فورا من خلال رد الخلع في الملعب. ووفقا لهذا التشخيص سيغيب اللاعب من 4 إلى 6 أسابيع. يمني مشجع الأهلي أنفسهم بشفاء نجمهم المحبوب سريعا والعودة للمشاركة مع الفريق الذي سيقاتل على 3 جبهات محلية وعربية وإفريقية في موسم طويل سينطلق بدءا من يوم الخميس القادم بموقعة استاد السلام أمام النادي الإسماعيلي في افتتاح مسابقة الدور الممتاز في موسمه الجديد 2018-2019، خصوصا وأن أجايي تحول إلى أحد فرسان الأهلي وخطف القلوب الحمراء بلمساته السحرية منذ قدومه صيف 2016 من الصفاقس التونسي مقابل 2 مليون دولار في صفقة أثارت جدلا شديدا وقتها بسبب المبلغ الكبير المدفوع لارتداء اللاعب للقميص الأحمر، لكنه سرعان ما أصبح مكسبا لقلعة الجزيرة الشامخة. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي في كل مكان، ونروح الى الالعاب الاخرى في النادي الاهلي. يمكن خبر موجود معنا خاص بالكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي، في تصريح بيقول فيه نطمح في الحفاظ على انجازات الموسم الماضي. طبعا انجازات رائعه في الموسم الماضي للكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي، حققوا 4 بطولات، وبالتالي ده بيضع ضغط كبير على كابتن حمدي واللاعبات في تحقيق نفس البطولات اللي حققها النادي الاهلي الموسم الماضي. كابتن حمدي طبعا بيقول ان الموسم القادم هيشهد تحديات كبيره للفريق على المستويات المحليه والعربيه والافريقيه، وأن هناك رغبة قوية من جانب الجميع داخل الفريق للحفاظ على الإنجازات التي تحققت الموسم الماضي. وأضاف: بدأنا فترة الإعداد مبكرا ونركز على الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية وتجهيز جميع اللاعبات للموسم الجديد الذي يحتاج إلى مجهود كبير من الجميع في ظل الارتباطات المختلفة للفريق والتي تبدأ بانطلاق الدوري ويعقبها المشاركة في البطولة العربية المقرر لها إن شاء الله ديسمبر القادم والتي يستضيفها نادي الصفاقسي التونسي. بطولة صعبة جدا جدا ما فيش شك، بالمناسبة الأندية التونسية دايما هي اللي بتكون الأندية المنافسة للنادي الأهلي في البطولات المختلفة خاصة في البطولة العربية. وأوضح الكابتن حمدي الصافي أن تدريبات الفريق اليومية تشهد تركيز بشكل كبير على الجوانب البدنية، خاصة انهم ما زالوا في فتره الاعداد اللي بيحتاجوا فيها الى الوقوف على الحاله البدنيه للجميع من اجل التجهيز بشكل مثالي لضمان الحفاظ على الحاله البدنيه لكل لاعبات طوال مباريات الموسم. نروح لاخبار اتحاد كره القدم، واول خبر موجود معانا وهو ازمه بين الانديه والجبلايه بسبب القيد، ان في ازمه خلال الساعات القليلة الماضية ما بين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وبعض الأندية الدوري الممتاز بسبب أزمة القيد. يعني موضوع القيد ده يعني فيه كلام كتير، كلام على 25 28 30، طيب إيه اللي هيتم؟ وبالتالي بعض الأندية كانت معترضة على القائمة، وسبب الأزمة إن اتحاد الكرة
جمد قيد لاعبي الدوري الممتاز في الفترة الحالية بسبب عدم الاتفاق على نسبة اتحاد كرة القدم في البث، ومن المفترض أن تحصل الجبلية على 15% من نسبة البث الفضائي. يعني اتحاد كرة القدم مش بس بنتكلم على عدد لاعبي القيد اللي بدأت الأزمة بيها 25 28 30، لا ده كمان نسبة اتحاد كرة القدم في البث التلفزيوني الفضائي الخاص بالأندية. يعني لو حد من الأندية عايز يأيد لاعب في الفترة الحالية اللي هو المفروض آخر يوم هيكون ليه بكرة، اتحاد الكرة هيقول له لا معلش احنا مجمدين التأييد الخاص بيك. ليه؟ علشان احنا ما اتفقناش معاك على نسبة الحصول او النسبة اللي احنا مفروض هناخدها من البث التلفزيوني اللي هي المفروض 15%، وده طبعا ادى الى بعض المشاكل اللي موجودة داخل اتحاد الكرة وبعض الاندية. طبعا موضوع يعني محتاج نكون بروفيشنال، نكون اكثر احترافية من كده، مش بس من جانب الاتحاد، من جانب الاندية. وطبعا باشمهندس هاني ابو ريده واعضاء اتحاد الكره هم دايما الكبار، هم دايما اللي بيشرفوا حاليا على الكره المصريه، بالتالي هم ده لازم يحتووا الانديه، اي نادي، مش بتكلم على النادي الاهلي، بتكلم على كل الانديه، ان هو يتم طبعا تفاهم واحتواء، وفي الاول وفي الاخر هي المصلحه واحده، وهي خدمه الكره المصريه وخدمه الانديه المصريه. نشوف ايه اللي هيحصل بعد ان شاء الله بكره، هيكون اخر يوم في اغلاق القيد. و يعني هل بقى بعض الأندية اللي مش قادرة أو مش عارفة تأيد لعيبة هو ده هيكون مصيرها، عدم تقييد بسبب عدم الاتفاق على نسبة البث ولا لأ، ولا الاتحاد هيعفو وهيتفق إلى أو هيوصل إلى اتفاق مع الأندية. الأستاذ عامر حسين، ننتظر خطاب الجهات الأمنية بشأن الجماهير. طيب الموضوع ده يعني كلام كتير جدا على السوشيال ميديا، ويعني تريقة واستهزاء. يعني هو راجل بيقول ان الجهات المختصة في السماح لوجود الجمهور مش هيكون او لسه ما ردوش على اتحاد الكرة. الاستاذ عامر حسين قال ان هيتم السماح بحضور 15 فرد وما كملوش التصريح لحد الاخر. فطبعا احنا عارفين السوشيال ميديا والترافيك اللي بيبقى موجود من لايكس وشير بيزود بيولع العملية كده وبيخليها سخنة، فبالتالي هم ما أكملوش باقي الخبر. فالخبر بيقول إيه؟ إنه هيتم السماح بحضور 15 فرد من مجالس إدارات الأندية. فطبعا كلمة 15 فرد دي أكيد طبعا يعني لما هو يعني حد شاطر وحد ذكي جدا اللي أخذ التصريح ده وبدأ إنه يعني قسمه نصين علشان يعمل بيه يعني جو عام في السوشيال ميديا، أو يعني يولع السوشيال ميديا من امبارح، ان هو بدل طبعا استهزاء على الكلام وطريقه. انا شايف طبعا يعني الراجل بيقول كلام، يعني هو قال تصريح في حدود المسموح ان يكون في 15 فرد من مجالس الانديه، مجالس الاداره، لكن لما نرى تصريح 15 فرد طبعا ده مش شيء عقلاني تماما ولا شيء يعني اي حد عاقل ممكن يصدقه. يعني بدانا بقى نسمع بعض التصريحات، 15 فرد ده مين؟ ده انا لو رحت انا وعيلتي مش هنكفي 15 فرد، فازاي تقول 15 فرد اللي هيكونوا موجودين؟ فبالتالي كنا لازم نوضح لحضراتكم الخبر بالكامل، يعني ايه السماح ل 15 فرد من مجالس اداره الانديه. وده الخبر اللي كان متداول على صفحات السوشيال ميديا كلها، وزي ما قلت لحضراتكم نال من الاستهزاء ما يستحق، لكن زي ما قلت لحضراتكم اللي اخذ الخبر اخذه من نصه وما كملش الباقي، واكتفى بالجزء الاول الخاص بتصريح الاستاذ عامر حسين. البطوله ان شاء الله بطوله الدوري هيبقى يوم الثلاث، اول انطلاق لبطوله الدوري العام اللي انا اكيد متوقع هتكون قويه جدا ان شاء الله، وده في الاول وفي الاخر مفيد لينا احنا كمشاهدين ومتابعين لبطوله الدوري الممتاز المصري، اللي احنا بنحاول ان هي يكون فيها طبعا بعض الاثاره وبعض التشويق وبعض يعني الحماس. الاهلي دايما يعني هو في اغلب بنسبه 90% هو الحاسم لبطوله لقب الدوري، بيحقق البطوله قبلها بفتره. النادي الاهلي بيطمح الى الفوز بالبطوله رقم 41، وده حق مشروع ليه وحق مشروع ايضا للانديه الاخرى، لكن في الاول وفي الاخر البقاء للاقوى واللي يستحق بطوله الدوري الممتاز. طيب هنروح لفقره يعني
موجودة معانا دايما بنتابع فيها أخبار كل الأندية اللي بتحمل اسم النادي الأهلي في المنطقة العربية. فبنجيب لحضراتكم يوم بيوم إيه الأخبار اللي متداولة على السوشيال ميديا وآخر الأخبار اللي خاصة بالأندية اللي بتحمل اسم النادي الأهلي. فاخترنا لحضراتكم النهاردة نبدأ من الأهلي السعودي أنه يتلقى الموافقة على ضم لاعب بيرو الدولي أديسون. كشفت مصادر إعلامية عن تلقي النادي الأهلي السعودي موافقة اللاعب الدولي البيروفي أديسون فلوريس عنده 24 سنة على الانضمام للفريق بعد موافقة إدارة نادي الدنماركي على عرض النادي الأهلي. كرة السعودية نادي الأهلي بالأخص طبعا يعني بيحاولوا ان هم يعني يستعيدوا امجاد الاهلي السعودي. شفنا الموسم الماضي النادي الاهلي السعودي بينجح في تحقيق بطوله الدوري. الموسم الماضي او اللي قبليه على ما اتذكر ان لم تخني الذاكره قدر يفوز ببطوله الدوري بعد يعني غياب دام اكثر من 50 عام. وبالتالي بيحاول جاهدا النادي الاهلي السعودي انه يطور من القدرات اللعيبه اللي موجوده عنده، بيحاول ان هو يكون منافس قوي لزعيم الكره السعوديه الهلال السعودي مع طبعا اتحاد جده مع كل الانديه اللي موجوده في السعوديه. لكن كانت اداره النادي الاهلي كثفت اتصالها مع اللاعب والوكيل الاعمال للوصول لصيغه اتفاق كامله لعقده الاحترافي. واحنا بنتكلم على اخبار النادي الاهلي السعودي ايضا هنروح لنادي الاهلي، بس الاهلي البحريني مع الكابتن خالد هلال مدير الكره بالنادي الاهلي البحريني عشان نطمن معاه على اخبار النادي الاهلي واخر استعداداته للموسم الجديد. كابتن خالد برحب بحضرتك على قناه النادي الاهلي. اهلا كابتن عمر حبيبي، ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله بخير. منور طبعا ومشرفنا على قناه الاهلي، واحنا عارفين انك طبعا اهلاوي وبتعشق النادي الاهلي المصري، فده مش هيمنعنا من ان احنا نطمن مع حضرتك على اخر اخبار واستعدادات النادي الاهلي البحريني للموسم الجديد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم اشكر قناه النادي الاهلي على اتاحه الفرصه وبصراحه يعني هاي شيء انا مستغرب منه ان انتم تاخذون اخبار ده واجب علينا لا طبعا ده واجب علينا كابتن خالد. النادي الاهلي طبعا ده يعني اسم كبير وبالتالي لازم نكون مهتمين بكل الانديه العربيه اللي بتحمل اسم النادي الاهلي، وشرف لينا كمان انك تكونوا موجودين معانا، وطبعا احنا اخواتكم واشقائكم فبالتالي لازم نطمن عليكم. حبيبي الشرف لنا والله، شرف لنا يا الغالي. بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي طبعا مثل ما تعرف النادي الاهلي في كل مكان نادي كبير، واكيد استعداداته بتكون يعني على مستوى الفريق حجم الفريق وحجم النادي يعني. فسنة الاستعدادات كانت من يعني قبل شهرين ابتدينا الاستعدادات وابتدينا بتشكيل الفريق، واحنا لان في النادي الاهلي يعني ننشد الاستقرار في الفريق، ف يعني قمنا بتجديد معظم عقود اللاعبين اللي كانوا موجودين في السنه السابقه. ف 90% او الى 95% من اللاعبين اللي موجودين في القائمه تم تجديد عقودهم بالاضافه الى يعني عمل صفقات جديده وتطعيم الفريق باضافات جديده حتى نحقق الاهداف المنشوده في هذا الموسم. طبعا كابتن خالد، ايه هي ابرز الصفقات اللي تم الاتفاق عليها وتدعيم بعض المراكز اللي كنتوا شايفين ان هي ممكن تكون اضافه للفريق في الموسم القادم؟ والله ابرز صفقات اخر صفقه سويناها توقيع مع محترف كاميروني اسمه اوباما. هذا المحترف كان في الكونغو العام الماضي ولعب الشامبيونز ليج الافريقي وشارك لعب في مباراه الترجي التونسي الذهاب والاياب، يعني لعب ضد الترجي التونسي الذهاب والاياب. اخر تفضل يا كابتن تفضل. ومن ضمن الصفقات بعد المهمه اللي سويناها تدعيم الفريق بلاعبين شباب، لاعبين منتخب البحرين الاولمبي سيد ابراهيم المحافظه وعلي حسن. طيب بالنسبه للمعسكرات اللي كان بيستعد بيها نادي الاهلي البحريني، هل كنتم مستعدين او بتستعدوا للموسم الجديد من خلال معسكر داخل دوله البحرين ولا كان في معسكر خارج البلاد؟
والله احنا يعني لحد الحين في تشاور ان احنا نسوي معسكر داخلي او احتمال نلعب مبارتين في السعوديه، مباراه في تخطيط يعني ان احنا نلعب مبارتين طبعا وديات في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه طبعا مع الاتفاق السعودي ومع النهضه السعودي. احنا قاعدين في صدد الترتيب لعمل هذين المبارتين، وفي ترحيب من النادي الاتفاق ونادي النهضه على اساس نلعب معاهم في السعوديه ان شاء الله في المنطقه الشرقيه. كابتن خالد، شايف المنافسه ازاي هتكون الموسم القادم؟ هل هتكون منافسه صعبه ولا الاهلي هيقدر ان هو يحسم بطوله الدوري ليه؟ والله لا، تكون منافسه صعبه، واحنا اهدافنا الدوري وان شاء الله كاس الملك. طبعا اكيد يعني نتمنى التوفيق لحضرتك وللنادي الاهلي البحريني. ويعني اخيرا بقى، علاقتك بالنادي الاهلي المصري، عارف انك مشجع بتحب النادي الاهلي المصري جدا ودايما متابع لاخباره، يعني قول لي كده، يعني اخي يعني ايه اللي حضرتك متابعه في الفتره الاخيره خاص بالنادي الاهلي؟ انا والله متابع للنادي الاهلي، وكنت اتابع بشده من على ايام جيل الذهبي انا اسميه، طبعا يعني كان سمير كمونة وطبعاً عرابي طبعاً وإبراهيم حسن حسام حسن زلين، يعني من هالجيل. الجيل الحالي طبعاً أنا صراحة ما أعرفهم كلهم، ما أعرف اللاعبين كلهم، بس أعرف إبراهيم سعيد وبعض اللعيبة يعني طبعاً. ولكن أنا أهلاوي يعني طبعاً، شرف لينا أهلاوي، وشجع الأهلي ويعني متعصب بعد طبعا. يعني كابتن خالد اكيد بنرحب بيك في اي وقت تشرف في بلدك الثانيه مصر، وطبعا النادي الاهلي بيرحب بيك، وبشكرك على وجودك معايا في الاهلي في كل مكان من خلال قناه الاهلي للاطمئنان على فريق الاهلي البحريني في فقره الاهلي او اسم الاهلي اللي بتحمله الانديه العربيه اللي موجوده. الاستاذ خالد هلال مدير الكره بنادي الاهلي البحريني كان موجود معايا في من خلال فقره، يمكن زي ما حضراتكم سمعتوا قال انه مستغرب من ان قناه النادي الاهلي وان النادي الاهلي الاعرق في المنطقه العربيه وفي افريقيا انه بيهتم باخبار اي نادي بيحمل اسم النادي الاهلي. واتكلم معايا بشكل عام على المنافسه السنه اللي جايه، اتكلم على بعض الصفقات، اتكلم على المعسكرات، اتكلم على حبه الكبير للنادي الاهلي. ونرجع تاني للاخبار، يمكن خبر على الاهلي السعودي اتكلمنا عليه ان هم بيتعاقدوا مع اللاعب البيروفي اديسون فلوريس صاحب 24 سنه. الخبر التاني اللي خاص باسم النادي الاهلي هي أهلي طرابلس. أهلي طرابلس يصل تونس استعدادا لبطولة الأندية العربية. إن ذكرت صحيفة المتوسط إن وصلت بعثة فريق الأهلي طرابلس مساء أمس إلى تونس للدخول في معسكر خارجي استعداد لبطولة الأندية العربية، ويجري الفريق تدريباته تأهبا للقاء الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات دور ال 32 للبطولة العربية. ضمت بعثة أهلي طرابلس مدرب الفريق الجديد المصري الكابتن إيهاب جلال، إضافة إلى أهم لاعبي الفريق الجدد. وهيستمر معسكر مغلق للفريق الأهلي طرابلس حتى 7 أغسطس المقبل، هيلعب من خلاله عدة مباريات ودية استعدادا للبطولة العربية وأيضا بطولة الدوري الممتاز وكأس ليبيا للموسم القادم. وكانت إدارة نادي الأهلي طرابلس قد كشفت أنها سوف تعلن عن عدة لقاءات ودية سيلعبها الفريق أثناء إقامة المعسكر في تونس خلال أيام القادمة. طيب، خلصنا الخبر، خلصنا خبر أهلي طرابلس والخاص باسم النادي الأهلي أيضا في ليبيا، وخلصنا النادي الأهلي السعودي، وخلصنا النادي الأهلي البحريني. هنروح إلى الأستاذ ياسر المنا الصحفي السوداني علشان نتكلم معاه أيضا على أخبار الأندية اللي بتحمل اسم النادي الأهلي في السودان. أستاذ ياسر، برحب بحضرتك على قناة الأهلي. مرحب كابتن، ومرحب بجمهور نادي الاهلي العريض وبمشاهدي قناه النادي الاهلي. طبعا في البدايه قبل ما نخوض في اخبار اسم انديه النادي الاهلي والاطمئنان على اخر الاخبار، عايز اعرف من حضرتك اخبار واحوال الكره السودانيه في الفتره الاخيره. كما تعلمكم وراغب ومتابع، هي بين التذبذب والاستقرار والتطور والتراجع
يعني تعيش هذه الدوامة من في خلال السنوات الأخيرة، ويمكن ده واضح من خلال نتائج الفرق في المشاركة الأفريقية، بحيث أنه خرج المريخ مبكرا من دوري الأبطال، والآن الهلال يشارك أيضا خارج من دوري الأبطال ويشارك في الفدرالية، ولا تزال نتائجه بعيدة عن الطموحات، ويمكن هو الآن يقف في المركز الرابع بثلاث نقاط أو الثالث في مجموعة المصري والنهضة المغربي وفريق سبورتر موزمبيقي. على كل حال يعني لا يوجد يعني هنالك أي نوع من الرضا وسط الجماهير السودانية بمردود الفرق السودانية بما تقدمه في النسخ الأخيرة من البطولات الأفريقية، والجهود مبذولة إداريا وفنيا من أجل الارتقاء بالمستوى الفني حتى يتحقق الإنجاز. يعني نحن حتى الآن لم يحقق أي فريق سوداني بطولة أفريقية باستثناء المريخ الذي حاز على دوري على بطولة كأس الكؤوس في مسماه القديم في 1989، وأيضا وصل الهلال لنهائي دوري الأبطال مع الأهلي والوداد مرتين، وهذه الإنجازات لا تتناسب والشغف الجماهيري كبير. كما تعلم أن الجمهور السوداني مدمن لكرة القدم ويشجعها بشغف كبير جدا، ويتواجد بالآلاف في مباريات القمة السودانية المريخ والهلال في كل المباريات المحلية والأفريقية، وهذا الدعم الجماهيري لا زال حتى الآن لم يتبلور ولم يتم استثماره في إنجاز حقيقي ملموس على المستوى الأفريقي. أستاذ ياسر، عندنا ناديين في السودان بيحملوا اسم النادي الأهلي، نادي أهلي مرني والنادي الأهلي شندي، فعايز أعرف من حضرتك آخر الأخبار الخاصة بالفريقين في الموسم الحالي. هم بالأحرى ثلاثة فرق، يعني ثلاث فرق كمان. في الأهلي الخرطوم، أيوة. وفي الأهلي شندي والأهلي عبرة، يعني ثلاث أندية في دولة السودان بتحمل اسم النادي الأهلي. طيب حضرتك ممكن تقولي أبرز الأخبار الخاصة بالثلاث فرق؟ وعموما يعني الأبرز حاليا هو الأهلي شندي، تمام، واللي يدربه المدرب البرازيلي ريكاردو، ويعد من الفرق المنافسة من الفرق المقدمة، وشارك هو في دوري النخبة قبل أيام مباراة جماعة بين الأهلي شندي والأهلي والمريخ، تمام، وانتهت بفوز المريخ بهدف. ولكن لا تزال فرصة الأهلي شندي هي الأكبر والأوفر في المنافسة على المواقع المتقدمة في دور النخبة. في هذا الموسم تم تطبيق نظام جديد في الدوري السوداني بتقسيم الفرق للفرق الدوري الممتاز لمجموعتين، دور النخبة ودور الدور الفرق المتأخرة اللي بتنافس على الهبوط، وفرق المقدمة بتتنافس على لقب الدوري من بينها أهلي شندي وأهلي الخرطوم. وعموما يعني الأهلي يعني ممكن الأهلي شندي هو زي ما ذكرت لك هو الأقوى، هو اللي عنده فرص أكبر، هو الذي يملك يعني جمهور أكبر مقارنة بالأندية الأخرى، وبالتالي هو يعني يستطيع أن يكون سفير الأهلي في السودان، يعني بحكم الجماهيرية وما يجده من دعم وأيضا ما يملكه من جهاز فني جيد ولاعبين ممتازين. طيب أستاذ ياسر، يعني هل حضرتك متابع لفريق النادي الأهلي المصري؟ أكيد أكيد، حتى المباراة الأخيرة اللي انتهت بهدف متابع هذا الهدف، يعني عزز كثير جدا من حظوظ الأهلي في المنافسة، و رفع يعني افتكر انه ممكن يكون احدث ممكن يحدث تحول كبير جدا في مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه، ويعود الاهلي يعني كما هو معروف فريق الغرب وفريق عريق وفريق منبع بطولات، ويملك من الخبرات ومن الثقافه الكرويه التي تمكنه دائما في ان يبرز في الادوار الختاميه ويحقق يعني ما يزعج جماهيره الكبيره.
استاذ ياسر المنا صحفي السوداني، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الاهلي في كل مكان، ومن خلال فقره اسم النادي الاهلي في المنطقه العربيه بنتابع دايما ابرز الانديه اللي بتحمل اسم النادي الاهلي في المنطقه العربيه طبعا وفي السودان وفي شمال افريقيا. لكن طبعا استاذ ياسر اتكلم معانا بشكل خاص عن فريق اهلي شندي اللي من احد الانديه القويه في السودان، وقال انه دايما انه هو اقرب نادي ممكن يكون خليفه للنادي الاهلي المصري في السودان بحكم الجمهور وبحكم الامكانيات اللي موجوده. خلصنا مع حضراتكم اهم الاخبار اللي موجوده معانا في الاهلي في كل مكان، نروح لفاصل سريع وبعديها نستقبل ضيفي الكريمين، الناقد الرياضي الكبير رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع الاستاذ عصام شلتوت، وايضا مدير تحرير اخبار اليوم الاستاذ جمال الزهري. نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم علشان نستقبل ضيوفي. بطولة افريقيا لأول مرة. طويلة للخطيب. بيركز ابو تريكه ويعملها برضه على مربي الله بابا من ثواني بقول هنعملها. وكوره خطيره وكوره من وليد سليمان والهدف الثاني. لمسه وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه، ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكه الله اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي في كل مكان والجزء الثاني من حلقه اليوم، واللي معايا اثنين من النقاد الصحفيين التقال جدا جدا والنقاد الرياضيين اللي اكيد بستمتع في وجودي معاهم في كلامنا بشكل عام على الكره المصريه وعلى اخبار المنتخب. شرفوني في كاس العالم واتكلمنا على المونديال، دلوقتي هنتكلم عن اخبار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، ايضا استعداداته ل أول مباراة إن شاء الله أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز، وقضايا كثيرة جدا هنتكلم معاهم فيها. طبعا رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع اللي بيشرفني بينورني الأستاذ عصام شلتوت. أستاذ عصام برحب بحضرتك. أهلا بك كابتن عمر. كابتن أستاذ عمر. طبعا بتشرف بحضرتك ودايما بستمتع بوجود حضرتك معايا. الكورة والإعلام ما شاء الله عليك. حضرتك والناقد الرياضي والمشرف على الرياضة بأخبار اليوم، واللي اكيد بستمتع ايضا بوجوده معايا الاستاذ جمال الزهري. استاذ جمال ازي حضرتك؟ كابتن عمر وسعيد بوجودي معاك للمره الثانيه. ربنا يخلي حضرتك. وللمره الالف مع الاستاذ عصام شلتوت. يعني يعني ده اخويا الكبير مقاما قبل سنا كمان. لا لا سنا لا واحد من الناس اللي لا بص عصام انت اللي الواحد فعلا يعني طب دلوقتي هو بيقول لحضرتك اكبر منه مش حضرتك انا بلبسه عمال تهرب من الموضوع ده. انا ما عنديش مشكله بص لا احنا جيل تقريبا جمال الزهري اللي هو عايز يقوله، لكن يكفي يعني هو عشان فكره سابيني دي كنت انا دايما ابقى حريص اول ما عرفته اقول له استاذ جمال الزهري فيقول لي ازاي يعني اقول له لا عشان انت فعلا مدرسه مختلفه. حضراتكم مثل اعلى وقدوه طبعا
كتير جدا من الشباب اللي موجودين في المجال الاعلامي والمجال الصحفي. طبعا يعني نبدا بقى مع حضرتك ومباراه الاهلي وتاونشيب رولرز في الجوله الرابعه من دوري ابطال افريقيا والفوز 1-0. حضرتك شايف اللقاء مشي ازاي؟ هل شايف ان الاهلي يعني اخذ اللي هو عايزه من المباراه، 3 نقاط تضعه الى مركز ثاني، 7 نقاط الى حد ما ضمن انه يكون موجود في دور الثمانيه؟ في الدقيقه 69 بالظبط كده، تمام. واحنا في المؤسسه بنتفرج او في الجورنال، الزملاء في الموقع في اليوم السابع بيقولوا الاهلي لازم شويه هجوم يا استاذ جمال، شويه انطلاق للامام، تمام. يعني قلت لهم يا جماعه الراجل جاي على بدايه موسم، جاي على تسكين نجومه، وحسنا فعل الاهلي ولازم نكررها كتير، انه بيطعم فريقه. هناك فارق كبير جدا بين ان يبقى عندك قوام اساسي يحتاج للتطعيم والتدعيم، وبين انك تقول سيشتري الاهلي 15 نجم او اي نادي طبعا في العالم. وبالتالي هو نجح في خلق توليفه يستعيد بيها فورا مش مكانة الاهلي، فهي محفوظه دائما، ولكن مكان الاهلي في التصفيات، صح، في مكانه في جدول الترتيب، صح. وبالتالي ايه اللي كان هيفيد انه يهاجم بلا هواده وفي الكوره، ويعني والجمهور كله يعني جمهور الكوره عارف انه اللطه بفوره زي ما بيقولوا بالبلدي، يعني ايه اللي كان هيفيده لو جه جون وتر لعيبته اكتر، نزع منهم الثقه اللي اكتسبوها في المباراه اللي قبلها، الثقه اللي اكتسبوها في المباريات الوديه. وبالتالي بس ما حدش يخلط بقى يقول عرض تجاري والكلام المجعلص ده، لا طبعا، عرض في ثقه بلاعبته وفي حسابات منطقيه، اما ان يعود ب3 نقاط انا ما دخلتش في مخه لكن تحليلا بشويه الخبره عند العبد لله، او فتكن النقطه ويلعب مباراتين ب6 نقاط قادمتين، حتى لو فيهم واحده في رادس هذا الاستاد الكبير طبعا عند الاشقاء التوانسه، لكنه يؤكد معاني الثقه في فرقته، انه اما يعودوا بنقطه تحفظ الامل وبالتالي لديهم 6 نقاط، أو يفوز كما فاز، يفوز بالصنعة، يفوز بخبرات نجومه، خاصة مع بداية موسم. ده تحديدا وجهة نظري في العرض اللي قدمه الأهلي وكارتيرون، وإن كان كمان يعني الحظ ما أسعفوش إنه أجاييه يكمل مثلا، لأنه أجاييه أكيد كان هيزيد عن كده فيما تبقى من زمن المباراة، لأنه كان واضح إنه بيدعم هجومه، شفنا إزاي فتح طريق لعلي معلول بلعب أشرف جهة الشمال، وبالتالي أيقن إن علي معلول لازم يعمل مهمته اللي احنا دايما كنا بنشوفها وهو بيلعب مع فريقه الصفاقسي أو مع كمان منتخب تونس. وبالتالي لا، كارتيرون والأهلي راجعين لمكان الأهلي، أنا مصر إن المكانة لا غبار عليها، لكن المكان هو ترتيب النادي الأهلي في الجدول، مش هيفرق معاه يصعد أول أو ثاني، خاصة إنه مع التعديل الجديد من دور الـ16 المغلوب يعني بره يعني طبعا. وبالتالي هو يعطي لاعبيه حصة زائدة من الثقة زي ما قلت لحضرتك، معناها بان في الأداء انه نلعب بثقلنا وثقتنا، فإما النقاط الثلاث او نقطة ولديكم 6 نقاط. هل هذا المدرب لو ليست لديه الثقة كان هيبقى مراهن على 6 نقاط فيما لو تعادل؟ الاجابه لا طبعا، لانه كان هيكربج لعيبته بره، صح يا استاذ جمال؟ ويلا يلا ليه؟ لانه هيقول لك 3 في اليد من تاون شيب الطيب ده احسن ما استنى 6 نقط مجهولين. الثقه بتبان في اداء المدربين الكبار لما يبقوا موجودين على راس القوائم الفنيه لانديه كبيره من العرض الثقيل زي النادي الاهلي في نوعيه الاداء دي. طيب هاخد من كلام الاستاذ عصام لحضرتك استاذ جمال في ان مستر كارتيرون كان يعني فكر بطريقه ايجابيه، فكر انه 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 يا اما 3 نقاط يا اما نقطه، لكن طبعا عدم استقبال هدف هيخليه يلعب بشكل هادي. هل خير وسيله للهجوم هي الدفاع زي ما شفنا في كاس العالم، زي ما شفنا منتخب فرنسا وانتقدوا كتير من الصحفيين والنقاد ان هو بيلعب بطريقه دفاعيه لكن في الاخر فاز بكاس العالم؟ هل حضرتك شايف ان خير وسيله للهجوم هي الدفاع، وطول ما انت محافظ على شباكك تقدر في اي وقت تجيب هدف؟ شوف، هي خير وسيله للهجوم الدفاع، وخير وسيله للدفاع الهجوم. بس كاس العالم الاخير ده ما كانش الدفاع بتاع الكلاتشيو يعني. هي نظريه ان هو ما فيش فريق عاوز يكسب مباراه وهو ما عندوش دفاع كويس، صحيح، يعني اذا ما دافعش كويس مش هيكمل اصلا، صح. يعني احنا شفنا كل الفرق في كاس العالم، احنا كنا دايما نقول ان كوبر
عيبه انه بيلعب دفاع. لا كوبر ما كانش بيلعب دفاع كمان كويس. صح اصل هو مش معنى صح يعني مش معنى ان انا بلعب دفاع استاذ عصام بيسقف لا ده انا بشكره ليه طبعا. اصله احنا لو لعبنا يعني كوبر كان نفسه يلعب زي كل فرق العالم دي عايز يلعب دفاع كويس ومنه ينطلق ويبني هجمات بس هو ما اداش فرصه للفرقه اولا هو ما اداش لان محمد صلاح انا اسف لمقاطعتك طبعا محمد صلاح في المباراه الثالثه وبشكره جدا لانه الوحيد من لاعبتنا اللي كان مركز وانا بقولها وش اهو الى جانب شيكابالا رغم انه ما كانش بيبقى في التشكيل يعني كمان بيسقفوا للناس بيخرج يحترم يعني الزون بتاعت الاعلام او الميكسد زون وبالتالي هو خارج الوكالة الرسمية طلبت حد يتكلم على مدار الثلاث ماتشات ويالا العجب كمان انه معاهم روسي عربي فعايز يتكلم محمد صلاح بالزبط. فقلت له كلنا خزنك صلاح شكرني قلت له بس اتكلم معهم لما اتكلم قال انه مفيش تركيز بالاضافة لتهديدات واضحة من كوبر من اول اللعب مش في كاس العالم ان اللي هيخرج من الاطار بتاعه بره المنتخب مش بره ماتش بس هو برضو في رأيي انا يا استاذ عصام هو كوبر نفسه هو المسؤول عنده صح مش اللعيبه ليه بقى طبعا لانه هو ما اختارش اساسا هو صلاح التمس لزمايله العذر قال الراجل قال هيخرج عن الاطار ده انت عارف انا قلت ايه حتى بس الحمد لله ما سمعنيش قلت له كده صراحه انا عرفت حسام غالي مشي ليه هو انا عايز اقول لحضرتك ايه هو ما اختارش اصلا من بعد ما وصلنا لنهائيات كاس العالم كل التجارب اللي عملها ما شفناش اي تعديل او عناصر جديده او اضافات على التشكيله اللي هو بيلعب بيها من يوم ما شفناه صح صح فمش عايز هي مش دي النقطه الاساسيه طبعا بس هي النقطه الاساسيه انه ماذا نريد من كارتيرون ونجوم النادي الاهلي في مباراه خارج ملعبك وانت موقفك محتاج يتطلب منك انك تكسب وكسبت صح يعني اي فلسفه بقى اللي هتخليني اقول لا ده كان لازم يلعب كذا ولازم يعمل كذا هو اساسا اي حد بيلعب على اساس ان هو يكسب ماتشاته في ملعبه لو كسب بره يبقى خير وبركه صحيح هو الراجل عمل كده كسب تاونشيب هنا برج العرب في برج العرب وعدل الموقف بتاع النادي الاهلي الى حد كبير ثم اكد هذا الموقف الجيد او هذا الاعتدال او هذا التحسن في ترتيب الفريق بفوز تاني ولذلك احنا عنواننا كان في اخبار اليوم كده ان هو تحت شعار بقى مش الفوز والبدا تحت شعار تحقيق فوز تاني مهم الله. لانه الفوز التاني المهم اللي هو هيخليه يبقى 7 نقاط خلاص يعني قطعت شوط كبير جدا جدا يا استاذ عصام في مساله كمان ان انت الترجي كسب كان بقى والترجي كسب يعني موقفه الاهلي بقى احسن كان يجب عليك اولا ان تكسب ثم يفوز الترجي يتعادل او يفوز صحيح هو دي مشكلته لكن المهم ان انه النادي الاهلي حقق مع هذا الرجل الفوز الثاني المهم جدا وهو قبل كده يعني هو جاي قريب يعني برضو صحيح. إضافة الكلام تولى قيادة فنية والأهلي عنده نقطة وحيدة في أفريقيا بالزبط. ودي يمكن إضافة الكلام أستاذ عصام إنه هو الفترة اللي تولى فيها التدريب تدريب النادي الأهلي ما ينفعش أقول له أنت عملت إيه ولا ما عملتش إيه دلوقتي ده هو جاي في وسط البطولة يعني في موقف طبعاً. النادي الأهلي عنده نقطة من مباراتين طبعا مسألة صعبة جدا فهو لازم يعبر هذه النقطة أولاً لاعب اللي هو كوليبالي ده سليف كوليبالي سليف كوليبالي لاعب على فكره جاي بدون اي مقابل مادي جاي فري ترانسفير وعين ما شاء الله ده انا شفته قبل الماتش طويل لاعب معاه في واحد مزمبي. جنب ازاره انا لقيت واحد ادى ازاره مرتين لاعب معاه في مازيمبي قلت ايه ده ما شاء الله بشوف شوف ثقه المدير الفني ودي نقط افتقدها النادي الاهلي الموسم اللي فات وطبعا حسام البدري ما حدش يقدر يقول على نتائجه اي حاجه لكن الله يرحمه الكابتن جاري كان يقول لك لما تجيب لعيب له اسم اوعى تقعده جنبك ماتشين ما دام جاهز بدنيا بالظبط لانك اول ما بتديله بيخش في الموضوع الاهلي فقد نجوم كثيره لانه اشتراها باسمان غاليه تساويها طبعا لكن قال لك لسه الاندماج لسه الارتباك لسه مش عارف لا وعلى تاكيدا لكلامك هو وبالتالي صعب حسام البدري ما عمل كده مع وليد ازارو وليد ازارو من اول ما جه
اشترك على طول عشان كده فرق لكن وعشان كده بقى هداف لكن الظروف خدمت وليد ازارو باصابه أيوة مروان محسن انما لكن انا اقصد في بعض المواقف الاخرى تعطى اللاعبين كثر بسبب انه صح. انت نجم بلغه الكوره على قد ما الواحد لعبها واشتغلها انه انا خلاص ببقى محبط ما انا كده كده نجم لعبني بقى ما يلعبنيش بتجي لي حاله طراوه كده. شايف ان صلاح محسن واحد من اللعيبه اللي ظلموا الموسم الماضي ان هم طبعا بكل تاكيد ويسال في ذلك مباراه اسك يعني لو اتكلمت طنطا ده راجل يعني من اللعيبه اللي لهم مستقبل يعني واخد واحده هو واحده من 1000 لعبه كان بيلعبهم البيبو محمود الخطيب او محبوب الخطيب رئيس النادي الاهلي لكنه كمان حط لها زي ما احنا بنقول عليكم دلوقتي زمن التكنولوجي يعني الكابتن كان بيطلع يجيبها من اي حته على صدره وبعدين ياخدها وياخد الناس ويجيب جول. الراجل عمل الجزء بقى الجديد او الحديث انه خدها ولف وجاب جول. فانت ما بتضيف للاعب ده شفناها مع جورج ارثر النجم الغاني الكبير لما جه النادي الاهلي وهو نجم يعني احنا كنا في ماتش ودي في غانا لما الراجل طلع اخر ربع ساعه رمى عليه طن شباشب من المدرجات ده بيريحه وبالتالي هو فقد معنى انه يهابر معرفش مين مش فاكر ساعتها يقول لك يجيبه تحت راس الحربه يجيبه يمين يجيبه شمال فك منك جورج ارس. وبالتالي النجوم لازم عندما تشتريه ضمن الهاله اللي بتقدمه بيها ان يلعب بكره الصبح على رايي بالظبط دي مهمه قوي ده اعتقد انها بالخبره لان انت بتستغل الدفعه أيوة اللي هو فيها أيوة عارف زي ما تكون قبل ما حد بقى يفكر بقى وانت بتطفيه هتعمل ايه في ابو مليون وابو 20 مليون وابو 100 مليون قبل ما حد يبدا الأفضل. يعني استاذ جمال يقول ده كان في يعني بتروح مديله الدفع كمان استاذ عصام استاذ جمال كان عنده خبره مستر كارترون مع سليف كوليبالي في مازيمبي لما لعب معاه تحت قيادته كمان تشاركوا في فوز بدوري الابطال هو وارد بس في موضوع صلاح محسن ما دام قلنا ظلم الموسم اللي فات يساوي طبعا لكن وارد لانه ده كان تساؤل في الشارع الكروي يعني اكيد وصلنا كلنا يعني هو صلاح محسن ما لعبش ليه الماتش ده يمكن هنا بقى خبرات كارترون الملعب مش حكايه قله خبره صلاح محسن لا الملعب مش بتاع لعيب الكوره عشان كده اللي يقول لك الاهلي كسب وخلاص لا المباراه نفسها الارضيه غير كمان ايوه والارضيه الارضيه يعني المباراه بجمبوره دي مرتين يعني الملعب مش بتاع لعيبه كوره زي ما انتم بتقولوا يعني اللي كملوا في الكوره ومن ثم كمان اضافه تانية اللي يقول لك الاهلي كسب وجري ده ما ينفعش تقال في ماتش زي ده لان الاهلي ما كانش مضغوط يا استاذ جمال صح لا الاهلي كان واخد الجيم زي ما بيقولوا بقى في التحليلات الكبرى يعني واخد الجيم زي ما هو عاوز بالظبط مش زي ما منافسه عاوز كسبه بأقل مجهود لكنه لم يكن ابدا خلال المباراه مضغوط يعني لا طبعا يعني ما فيش خطوره لا خطوره لا كمان فهو مضطر للدفاع هو مختار الطريقه دي زي ما استاذ جمال قال خير وسيله ليه الدفاع هي الهجوم المنسق اللي كان عامله الراجل لا ده كمان المدير الفني طلع في المؤتمر الصحفي واتكلم وعارف قوه النادي الاهلي اتكلم وقال ان انا خسارتي لو النادي الاهلي كسب مفيش اي ضغط عليا انا موجود كده كده في الصفوف اللي هو متوقع اول مره يكونوا موجودين في دوري المجموعات بالزبط. من سنه 80 بيحاولوا يخشوا ما بيعرفوش هم من الدور التمهيدي بالنسبه لهم الدور الاول بيحاولوا ان هم يحققوا افضل نتيجه انت عارف ان بالارقام انت ميزه في الافارقه انت كنادي اهلي ملقى عليك عبء تاني خالص انت بتلعب على البطوله نفسها على البطوله مش وعلى كاس العالم انا عايز اقول لحضرتك على حاجه حضرتك الاستاذ طبعا عصام ان قبل مباراه الاهلي مع فريق تاونشيب مجموعه الاهلي المجموعه الوحيده في الاربع مجاميع اللي كل فرقها فازت يعني تخيل حضرتك مثلا ان كان في زي مثلا سان داونز ما كانش كسب ولا مباراه بنتكلم فبالتالي رقميا مجموعه الاهلي اقوى فبالتالي اللي ينتقد الاهلي زي ما حضرتك ما بتقول الاهلي كسب وجري ده لا طبعًا. مش في الماتش ده ما ينفعش ثانيا انت برضه وديتنا حته كويسه كان يمكن لمدرب اقل خبره انه لما الترجي يحسم يقول لعيبته يلا بقى ايه انطلقوا بل على العكس هو قال لهم ابو 10 نقاط ده لان المباراه حصل لها صفاره النهايه مباراه الترجي لا بقى ده احنا مش لازم نروح للسبعه لا احنا لازم ناكد اولا وجودنا ومكانكم في المجموعه واهدوا علينا شويه يا رجاله انا مش عايز منكم ما اتصوروا يعني مش عايز منكم حماسه زائده ولا توتر في نفس الوقت عشان كده كان في توازن حتى انتهت المباراه وتعظيم سلام ان لعيبه النادي الاهلي مع فوز من النوع ده رفع رصيد النادي الاهلي لسبع نقاط كان يستحق يبقى اكتر ما علينا لكن
كنت هبقى مستاء جدا لو لعبت النادي الاهلي جريوا على بعض واحضان ووقعوا في الارض. لا ده فوز عادي، فوز عادي، نتيجه طبيعيه. يا سلام يا استاذ كمال. وعلى فكره برضو انا من خلال يعني احنا لسه خارجين من كاس عالم والناس لسه مش مركزه في البطوله الافريقيه، انما كل اللي اتكلمت معاهم قبل المباراه كان عنده قناعه واحساس انه النادي الاهلي هيكسب هذه المباراه، رغم بقول لك انه الناس لسه مش عايشه مع اجواء البطوله. نوعا ما صحيح، نوعا ما متضايقه من نتائج كاس العالم. بالظبط، كان هناك ثقه لدى الجماهير، جماهير النادي الاهلي، انه الاهلي هيكسب هذه المباراه وهيعدل. ما هو ده بقى، هو ده بقى الميراث برضو بتاع كل نادي. صحيح، يعني ميراث. انا النهارده لما الاهلي بيبتدي بطوله الدوري العام وحوله فرق تشتري جميع انواع اللاعبين واصنافهم وتشتري اغلى الانواع، يبقى حاجه بقى اللي هو الوعاء يا كابتن عصام، معرفش واضحه، الاناء اللي انت بتشتغل معاه، المكان اللي انت بتنطلق منه. في سيستم وفي احساس لدى لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين من الموسم اللي فات والموسم اللي قبله ان هم عندهم مقومات البطوله. يعني هو النهارده انت بتلعب وانت داخل الدوري العام وعندك القناعه انه مين هينافسني؟ صح، مش انت هتنافس مين؟ ايوه، ده السؤال اللي هو مسيطر على الناس، سؤال الكبار. صحيح، ايوه، اللي هو ايه يا جماعه، لا احنا داخلين ناخد ان شاء الله البطوله، بس يا ترى بقى مين اللي جاي لي؟ يعني مين المنافسين؟ كل سنه بنسال هذا السؤال. انا مش بقول ده عشان لا طبعا 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 مش بقول ده عشان انا في قناه الاهلي، والله بقوله بره، بقوله في جورنان. هي الفكره انه النادي الاهلي بيلعب على ايه وطموحاته ايه. النادي الاهلي بيلعب على البطوله. ما عمرك ما شفت النادي الاهلي يا استاذ عصام بيقول انا داخل بطوله الدوري ايه لتحقيق نتيجه مشرفه. مفيش حاجه اسمها كده. هو على طول بياخد البطوله اغلب الوقت، وعلى طول طموحه الاول هو الحصول على اللقب. طيب، فده موجود، وده موجود حتى في البطوله الافريقيه، انه دائما الرهان الاول عند جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. ده بقى بيساعد المدربين جدا. يعني كارتيرون عارف كويس قوي انه رايح نادي عنده الرغبة، مش محتاج هو يولد الرغبة. يولد الرغبة. صحيح. ده هو قصته كلها ايه؟ تنسيق الحكاية. يعني انا اتصور برضو لو بطريقة الخيال العلمي بتاعت اخوي عصام، اتصور لو انا مكان كارتيرون وبدرب وادي دجلة وقعدت فيه سنة او اتنين، كانت عيني ادرب مين وانا في وادي دجلة؟ حصل، امنيتي بانت عليه في ماتش النادي الاهلي مع دجلة. هو حابب يعني رحت لدي لما جاب جول في النادي الاهلي وقتها. بالزبط. امر لعبته بافاده تبين حاجتين برضو، يعني بالزبط. ان صدقتنا الجماهير بشويه الخبره اللي لدينا، يعني انه اولا كان محفظها لهم وبانت في الجون، ثانيا انه عارف ان ده الاهلي الكبير. بالزبط. فواضح كمان ان هو كان عينه على النقله. أيوة. هو نفسه. أيوة. نقله، والدليل انه الراجل بس عنده ثقه، طبعا عنده ثقة قادر على ده، هيقدر يعمل حاجه. دفع يعني دفع الشرط الجزاء يا استاذ جمال في امريكا، هو اللي تحمل الشرط الجزاء اول ما النادي الاهلي قال له يلا بينا يلا بينا، حتى بالزبط. لم يحمل النادي الاهلي مغبه فتح حوار حول الشرط الجزاء، وكانها امنيه عنده. الله ينور على حضرتك من البدايه. والله انت يعني فكرتني بلقطات مباراه دجله والاهلي يا جماعه. طب اقول لحضرتك حاجه، هو حلاوه الحوار انه يفكر اقول لحضرتك حاجه طبعا، وانا مستمتع طبعا. يعني افتكروا معايا دي كمان، الراجل في ماتش تاونشيب الاول اللي المفروض يشيط اعصاب اي حد مهما كان رمزيه ان الكبار زي الاهلي مصر برشلونه والريال، لا طبعا والزمالك وكده، لكن يبقى مشتشيط نوعا ما. صحيح. لان عنده بنط، لكنه مع الهدف الاول الذي تاخر في برج العرب لم يبالغ لم يجري اساسا من مكانه، وكانه عنده ثقه هو ده انه ده الطبيعي. هو بقى ده اكنه بيرد على المشاهد اللي حضرتك بتقولها. بالزبط. اللي هو ايه، ما ده الطبيعي، يلا بينا يا عم نشوف لنا جون كمان، مش يلا بقى ايه. أيوة. جبنا جون. لا، وبرده نقطه اخرى، احنا يا كابتن عمر معلش احنا لا ده انا ده معك لا ده انا مستمتع جدا. يعني طبعا عمر اتعود يبقى هو الاسيست يعمل لنا الاسيست. انا
ده هو اللي بيجيب الجول. لا هو الحاوي يا عم، هو اللي بيعمل الاوفر فاحنا بنشوط بس. لكن بالنسبه لكارتيرون اعتقد انه كان مهم قوي احنا نقول حاجه برضو ان النادي الاهلي لما فكر في التعاقد مع كارتيرون بعد سلسله او كذا اعتذار من مدرب اجنبي، اعتقد ان ده كان القرار الاصوب. ده من وجهه نظري. ليه؟ كارتيرون عنده سي في كويس، عنده خبره افريقيه وخبره مصريه، عنده بطوله مع مازيمبي، وعنده معرفه جيده يا استاذ عصام بالدوري المصري، وعارف قيمه النادي الاهلي. فكان قرار برضو انا فاكر لما تم اختياره كان في حاله من الجدل داخل الشارع المصري، هو الاهلي هيتعاقد مع مين؟ هو هيلحق هو ولا مش هيلحق؟ صحيح. فجه القرار بصراحه قرار حاسم جدا. وانا الجدل بصراحه عايز اقول لك انه هكذا اعتاد النادي الاهلي حتى مع اللاعبين. بالظبط. عندما يختاره لاعب فتتاكد الاداره اولا او الاداره الكرويه اولا ثم اداره النادي، هكذا تدار الامور. ان هذا اللاعب مش بقى شارينا دي طبعا حاجه كويسه، لكن انه لديه الثقه انه يستطيع تحمل التيشيرت الاحمر. بالزبط. وبالتالي هم لمسوا نفس الرغبه عند كارتيرون انه عايز يجي النادي الاهلي وبيرمي بياضه بالبلدي، يعني زي ما بيقولوا ايه، ويدفع الشرط الجزائي. تلاقت الرغبتين. اذا هو عنده ثقه انه قادر، الاهلي عايزه انه قادر، ويبقى كده عنده ثقه انه قادر يقوم مع النادي الاهلي بالادوار المعتاده للكبار اللي اضافوا لسيفيهاتهم قبل ما يضيفوا للنادي الاهلي. يعني احنا بنتكلم على دلوقتي طبعا انا يعني هقول لحضراتكم يعني استاذ جمال واستاذ عصام، عندنا مدير فني حصل على بطولة أفريقيا مع فريق مازيمبي، شارك في كأس العالم للأندية، عندنا مدرب عام وقائم أعمال مدير وتولى أيضا منتخب مالي ورفع أسهمهم لأول مرة في تاريخه، وأيضا الكابتن محمد يوسف حصل على بطولة أفريقيا وأيضا لعب كأس عالم للأندية. وبالتالي السؤال اللي عايز أسألك عليه دلوقتي، موقف الأهلي حاليا مشابه لنسخة 2013 في بطولة أفريقيا. الأهلي تعادل أول مباراة مع الزمالك، خسر ثاني مباراة من أورلاندو بايرتس، كسب بعد كده ليوبارد رايح جاي، كسب الزمالك 4-2، وتعادل مع فريق اورلاندو بايرتس في اخر مباراه. هل حضرتك شايف ان بدل ما الاهلي كمان يستفيد من اللعيبه اللي عندها خبره في افريقيا، يقدر ان هو يستفيد من اثنين مدربين حصلوا على بطوله افريقيا في المحنه اللي هم فيها؟ وان دايما النادي الاهلي طول ما هو بيتعرض لاي محنه بتحصل له، بتقدر في الاخر ان انت تتغلب عليها وبتحصل على البطوله وبيحصل فوز وانتصارات. شوف هو يعني طبعا الاهلي كان في محنه بس مؤقته. تمام. جدا. يعني انا ما اقدرش اقول ان النادي الاهلي كان في ورطه او في ازمه شديده، واخد بالك؟ كنت اقول ان هي زي الاهلي واخد بطوله الدوري. تمام. بقاله كذا موسم وبيشارك افريقيا، والموسم البطوله السابقه النادي الاهلي عمل فيها اداء كويس جدا امام بطلي تونس، صحيح، النجم الساحلي والترجي، صح، يعني وهنا وهناك، صح صح. واعتقد المباراه الختاميه اللي هي او الدور الختامي كان مع الرجاء المغربي ولا الوداد؟ الوداد. كان مع الوداد. لكن الاهلي قبلها عامل عروض قويه جدا، صح، في البطوله الافريقيه. مظبوط. ومكان ويمكن مدير الفني للترجي جه السنه دي وفي كابتن خالد بن يحيى، ايوه، وجه في الخلفيه بتاعته انه يلعب قدام الاهلي دفاع، لانه الموسم اللي فات هو شاف عمل ايه، حاول يلعب زيه زي الاهلي نوعا ما، حاول لا حاول كمان يتحفظ، مش جاي بعقليه الترجي لا القديم. البطوله اللي فاتت كان بيحاول يلعب اكنه يد بيد مع النادي الاهلي. فهي الفكره كلها ايه، انه طبعا وجود اتنين مدربين لهم خبرات افريقيه 100% ده احد الاوراق الرابحه اللي تقدر تقول ان النادي الاهلي هيعتمد عليها. بس انا يعني بضيف لكلام حضرتك يا عمر انه الاهلي عدى المحنه دي، يعني ان شاء الله الاهلي عبر من ازمه التاهل ان شاء الله، يعني فاضل جولتين ان شاء الله يعديهم ويتاهل باذن الله. فهي الفكره كلها دلوقتي انت بتحضر لما هو قادم، انت بتحيي الامل القديم اللي هو كان بعد شويه بعد الجولتين الاولى والثانيه لما
امام الترجي امام كامبارا سيتي. نقطة من ستة دي تعمل طبعا تعمل هزة، لكن انا بعتقد ان انت عبرتها عديت. فالمرحلة الجاية هي مرحلة البناء، واللي قال عليها برضو الاستاذ عصام ان هو يبتدي يعمل الاحلال والتجديد بالراحة طبعا، يدي فرص لنجوم اخرين. ما هو لا التوليفة بتاعته هي الله ينور على حضرتك. ما هو لا استهلاك البقرة يعني حتى تأتي ضرتها بالدماء بدل الحليب، ولا كمان فكرة التغيير اللي هو اللي يعني مش قادر اقول عشوائي، لكن التغيير اللي هو يلا بينا نغير الفرقة مش كده. طب تعليق حضرتك استاذ عصام، هل حضرتك شايف النادي الاهلي يقدر يستفيد من الموقف الحالي باتنين وجود اتنين مدربين عندهم خبره افريقيه قويه؟ مؤكد. هو طبعا واحد بس اللي هو كارتيرون طبعًا. الاداره الفنيه طبعًا. في يد رجل واحد، لكن الاقدار مع النادي الاهلي بتعطي له قدر ما تعمل المؤسسه، التروس كلها بتشتغل صح. وبالتالي محمد يوسف عندما وافق على المدرب العام، رغم ان هو الراجل اشتغل قبل كده مدير طبعًا. فني اذا يساوي مع بعضهم انه في النادي الاهلي ما دمت وافقت ان تكون المدرب العام ستقوم بالمهمه كامله طبعًا. ولن تختلف كثيرا حتى لو كان ليك ادوات بتقول صح. انك مدير صحيح. فني صح. سابق او مدير فني يعني لسه سايب فرقه وجاي تشتغل في ناديك النادي الاهلي، وبالتالي التوليفه هنا تنجح. ليه؟ اللي قاعد جنبه عاوز يصدقه القول وبيسيب له القرار، لان هو لما كان مدير فني يوسف ها، وطبعا احنا مقدرين انه وافق على انه يبقى مدرب عام لانه ده نادي الاهلي، وبالتالي هو كمان لما اشتغل مدير فني كان لديه المدرب العام بالزبط. اللي بيقول له فياخذ او لا ياخذ، لكن هو غالبا الرجل الاول بياخذ الكثير، لكن طبعا في الاخر هو عنده الكلمه النهائيه يعني، ولا ما كانش يبقى بس بيتلقى طبعا الاراء والنصائح لانه دي مهمه. وعلى فكره ده نوع من دي ضمن كبرته لان احنا شفنا كبار المدربين، يعني مش هنقول ان زيدان عنده خبرات متعاظمه، لكنه في كل الاحوال اسم عريض جدا صحيح. على طول هتلاقي الترينر بقه في ودنه. شفنا ليوبن هاكر هذا العظيم مع هولندا في جيل خولت والناس دي وهو على طول الراجل، حتى اللي جينا اشتغل معاك كابتن محسن صالح ربنا يديله الصحه، كان الترينر اللي معاه برضه ودنه في بقه. كل كبار المدربين الرجل الاول مكرر او الثاني هو عينه وايده ورجله، بس الكاتشانه هي اللي بتخليه في الاخر يقول له تفتكر كده، يقول له طب يلا يا عمر، او يقول له 100 بس انا اول زمان الاول اللي هو القرار النهائي اللي ما ينفعش يبقى مشاه كله. تيري اونري، شوف تيري اونري كان مكتفي بفكره انه مدرب الهجوم، لكنه كان احيانا كده تدخل هتلاقي فيه مدرب عام هو اللي كان على طول بيكلم طبعًا الراجل طبعًا. لكن هتلاقي تيري اونري لما يشوف حاجه في الدفاع مش هيسكت، هيقول له. اذا كان ضمن الاجهزه دلوقتي غير المحلل الاداء بقى في واحد من اليورو اللي فاتت وتاكدت لنا في كاس العالم بيقعد يا استاذ جمال فوق للرصه يعني الراجل بيلعب ثلاثه اللي هي الجديده دي عارف حضرتك بيعملوها ازاي للرصه نفسها هم جوه ولا هو مش هو بقى اللي بيقول له دول دخلوا جوه، هو بقى متواصل معاه عبر احد مساعدينه اللي هنا يقول له يوسعوا شويه او يقفلوا شويه. دي بتتعمل في هي علاقه يعني علاقه تبادليه بالظبط يعني المدير الفني او الهيد كوتش الذكي اللي هو يعرف يستفيد من كل جنرال معه كل القيادات، وبعدين هو رأيهم كله استشاري وهو جنرال بس ذكائك يفيد استخدام كل قياداته. هو ذكائك انت كمدير فني ايه؟ خد من كل واحد. طب ما مدرب حراس المرمى بيقول لك ده الافضل، انت صاحب القرار في النهايه طبعا كمدير فني صح. بس انت بتاخد راي مدرب حراس المرمى ليه؟ طب حضرتك لو مدير فني ومدرب حراس المرمى قال لك ان انا مقتنع بحارس المرمى فلان هنفذ فورا صح. ايوه ليه بقى؟ تمام. لانه هي فيها زمان على فكره بس قبل ما اشتغل لا زمان ما كانش في مدرب حراس مرمى، كان المدير الفني هو المسؤول عن الفريق كله. هي بدأت في السبعينات. طب مين كان بيدرب؟ لا بص بدأت في سبعينات القرن الماضي، لكن كان في مثلا في النادي الأهلي وفي نادي الزمالك هم معتزلين عبد الجليل وكابتن ألدو، دول انا فاكرهم كويس كانوا بيتولوا بقى مش تدريب اللي في الفريق الاول بيبصوا تحت. لا ايوه لكن لا بيبص تحت ملوش دعوه بالفريق الاول طبعا. ما كانش فيه منصب اسمه عشان انت ضحكت ليه بقى؟ لان انت ما حضرتهاش طبعا. لا احنا حضرناه. زي ما تيجي تقول لواحد حارس المرمى ما ينفعش يرجع الكوره بتاعت زميله يمسكها بايده
دي اتطبقت. ايوه صح انت فاهم قصدي؟ يعني انا عايز اقول انه فعلا ما كانش بنسمع خالص احنا كمشاهدين حتى يعني لا ده حتى المعلومه دي انا عرفتها دي معلومه بالسؤال عن فكره كانوا بيتدربوا ازاي اللي قالها يعني الكابتن عمر، فعرفت انه كانوا زمان وبعدين رصدتها تاني فلقيت ان الكابتن عصام عبد المنعم مثلا ربنا يديله الصحه كان شوبير بيلجا له وهو مدرب الحراس الشبان بيدربه بيطلعه كنوع حاجه تطوعيه تكنيكال او 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 تطوعيه يعلمه هو اللي بيروح له يقول له انا عايز اعمل كذا لغايه اما بدا يجي كوتي، وكان في نفس الوقت العظيم محمود الجوهر رحمه الله اشتغل مع كرامر فاكتشف ان في واحد بيجي مع الكبير اللي هو الكوتش شغلته بقى الاجوان، فراح كابتن حازم كرم لانه برضو كان سافر بره ربنا يديله الصحه بدا يعد نفسه ويتاهل وبدات سلسله مدرب الحراس في الفريق الاول بالظبط. يعني والله انا مش بضحك عليك لا طبعا لا والله عصام كان لازم ياكد لي بس المعلومه لا لان انا متذكر ده لا طبعا يعني واحنا بنلعب حتى في مراكز شباب وفي انديه صغيره ما كانش في حد يقول لك ده مدرب حراس انه مدرب حراس بيدرب الجون بتاعنا هي على اللي هو حارس المرمى بتاعي على ما يبدو يعني. بس تعالى نبقى نستوثق منها انا وحضرتك على ما يبدو ان اللي بقوله لحضرتك من معلومات ده والكابتن عمر اللي هو كان اساسا دول يمكن اللي بيتفرجوا عشان يستقبلوا في الاختبارات ولاد صغيرين اجوان اللي هو زي الكباتن كابتن جليل اللي انا قلت عليه وكابتن الضو في الزمالك وبالتالي يبدو ان هم مش تسللوا لان هم لا المطلوبين لا يعني قصدي هي بدات تقريبا هي تقريبا لا تقريبا تخصص. بدات كده ان هو بيبص مع مثلا بقيه الكباتن اللي في جيله المدربين اللي بيشتغلوا في الكره كلها فعشان يرصد مين ولد ينفع يقف جول ثم تطورت بقى زي ما حضرتك فنتمنى برضو لو في اي معلومه غير كده بس ده اللي احنا فاكرينه الخلاصه ان المدير الفني هو صاحب الكلمه القرار وصاحب المسؤوليه هو ده اللي بيتحمل خلي بالك اذا كان بيثق في الراجل اللي ما بتاع حراس المرمى وانا وصديقي واخويا العزيز جمال الزهيري عشناه خلاص بياخد بكلامه على طول بس هو صاحب القرار طبعا هو في النهايه لكن فورا بياخد ممكن يبقى له رؤيه لكن هي قرار مدرب الحكم. طيب قبل ما يعني قفلنا نقفل ملف افريقيا وقبل ما نبدا ملف الدوري العام المصري واستعدادات النادي الاهلي للمباراه القادمه يوم الخميس يعني عايز اخد حضراتكم كده يعني اخد رايكم في موقف بكره النادي الاهلي ان شاء الله عامل تكريم لكل اللاعبات الاخرى الجماعيه والفرديه علشان يكرمهم على كل الانجازات اللي حققوها. طيب يعني بص حضرتك في ظل الاجواء اللي موجوده وبطوله افريقيا والدوري يوم الخميس اللي جاي النادي الاهلي بس مجلس الاداره يعني مش مهتم فقط بقطاع كره القدم لا ده مهتم بكل ما هو يرفع شان النادي الاهلي ما احنا فطبعا يعني عايز اسمع طبعا تعليق حضرتك وتعليق حضرتك استاذ جمال في ان بكره هيبقى يوم طبعا يوم هيبقى معانا بث مباشر لقناه النادي الاهلي لكن هل حضرتك فعلا شايف النادي الاهلي مجلس الاداره ده يعني فعلا جاي كرم مش بس لعب كره القدم ده جاي يهتم بكل الالعاب الثانيه وكمان بالناشئين واجتماع كابتن خطيب مع قطاع الناشئين فانا شايف ان كل ده يعني بيصب في الاخر في مصلحه النادي الاهلي ليه حضرتك في الانتخابات كان مرفر انه الاهلي يجب ان يعود الاهلي بالمجلس الاداره اللي ربنا وفق كابتن محمود خطيب في اختيار كل ابناء النادي مواليد النادي الاهلي مع احترامي لاي حد اقدم حاجه هو ده بقى ما كان قد انقطع اعاده محبوب الخطيب والذين معه الا وهو انه فرقه الكوره خلاص شغلها معمول فبتلعب كوره طب فين بقيت شعارات النادي فين بقيت مناحي النادي ده ضمن ما اعاده محمود الخطيب كما تربى ونشا بدءا من سماعه عن التتشي مرورا بالكابتن صالح والفريق مرتجي كابتن حسن حمدي هذا العظيم واخد بالك هو ده الموروث اللي كان محمود الخطيب بيقاتل ان يعيده للنادي الاهلي ان كل التروس يا كابتن عمر يا استاذ جمال تبقى شغاله كل التروس في نفس ذاك الوقت لان ما حدش بيفتي في الكوره ولا حد بيفتي انت مش ملاحظ انه على مدار الاسبوع اللي فات كما رصدنا جميعا كصحفيين كابتن راح للطايره وراح لليد ومش بس عشان خدوا بطوله ده راح جلسات معاه واكد لك يا عزيزي ان ولا حاجه منهم اتقال فيها خدوا الدوري او هاتوا الكاس لا 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 ده مطلوب من غير كلام هو ده الهدف ده موجود ده شغله كمان الادارات الفنيه صحيح. لكنه ده النادي الاهلي يعود ستيب باي ستيب او خطوه خطوه لما كان عليه مع احترامي اللي قدمه طبعا في النص لكن كان هناك غياب لاعراف العائله الاهلاويه كان هناك غياب
او نصف غياب يا سيدي عشان ما حدش يقول بنبخس حق احد. كان هناك نصف غياب لما تاسست عليه العائله الحمراء، وبالتالي تضمن البرنامج كمان ايه؟ عائله الاهلي. مع عائله الاهلي دي جوه وبره، والتواصل للاهم مع مين؟ مع جمهور النادي الاهلي اللي وافق بثقه في المجلس الحالي على قاعده بيانات كان طول الوقت في تشكيك حواليها، لانه المجلس يعتبره ضمن عائله الاهلي، وبالتالي رب العائله ما عليه الا انه يمر على كل الولاد في اوضها، لكن المذاكره في مدرس، الاكل في ام، هناك ما يسمى بالتخصص، المؤسسه الحمراء اللي يعني اللي بيحاول يقول انه على راي الاستاذ جمال ان احنا في قناه الاهلي لا يراجع، هذا هو سر نجاحها. اصله احنا كمان لا يعني لا نفتقد على حد بالظبط، يعني احنا لا بنزود صح، احنا ما بنقول ما مش جايين بنتكلم عن نادي لسه تجربه جديده او اخترعوا الحاجات يعني دي، يعني احنا من يوم ما اشتغلنا في النقد الرياضي من الثمانينات يعني، وانا بشوف ده على ارض الواقع يعني الاهتمام بال يعني مثلا دايما كنا محتارين يا استاذ عصام في تغطيه البطولات، ما انت كل حاجه بتبص لها الجرايد كاتبه ايه؟ الاهلي يفوز ببطوله العاب القوه، الاهلي يفوز ببطوله الطايره، الاهلي يحصل على هي هو ده قدر ورساله صحيح، ولذلك يعني الاهتمام من جانب مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب بتكريم الابطال ولقائهم حتى بشكل دوري، يعني مش لازم ان انا اكرمه بعد البطوله بس، لا بالعكس لا ده دي اللقاء ده تقدر تقول انه هو تكريم وايضا دفع ليهم بالظبط بالظبط قبل انطلاق الموسم الجديد. ما هو بالظبط يعني هو ده دور، يعني انا شايفه دور ايه يا عمر؟ طبيعي، دور طبيعي وجميل، وهو على فكره له يعني هو ده مش بيتكلم في التفاصيل، انت النهارده لما خالص دي انا حضرتك عارف كمان انا 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 ليه اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده؟ علشان دايما مش عايزين تبقى كره القدم هي اللي واخده السبوت، لا نتكلم ندي كل حاجه هي عشان كده بقول لك كان في فتره في قناه الاهلي حتى كاعلاميين كان هناك نصف حقوق صح، عشان كده الان تستعيد العائله الحمراء. انا مبسوط من التواجد ومن الدليل الدليل ايه يا كابتن عمر؟ الدليل زي ما استاذ جمال قال، انت تولد طموح، انت عندك اربع ابناء ثلاثه خدوا درجات جيد جدا وواحد متوسط، فانت بتحفز حتى المتوسط، اولا هو شريكك في يوم الاحتفال مش يعني الحاجه مش هتقول له ما تاخدش حته من التورته اللي جابها بابا طبعا، لكنه الموسم القادم سيجتهد حتى يكون واقف عند تقطيع التورته مش بس بيجيب الطبق. دي كانت رساله نفسي حاجه ما اعرفش عشان برضو احنا في قناه الاهلي اهو، طبعا ببارك للاستاذ خالد توحيد صديقنا وحبيبنا والاسره العمل كلها على تولي المسؤوليه، وبقول بتمنى زي يعني بضم صوتي لصوتك في انه اللعبات الاخرى انت عندك مساحة. لا موجوده يا فندم، لا موجود ملوك السلطات، لا لا انا بطمن حضرتك زياده اللي جايه ان شاء الله، انا بقول هنا ما بقولش انها مش موجوده، انا بقول ان الزياده في الاهتمام بكل نجوم الالعاب الاخرى، مش بتكلم على التغطيه صح الخبريه صح فقط مزبوط. لا نجوم الالعاب الاخرى يتواجدوا، لان دي على فكره والنادي الاهلي بيتميز بان عنده تفوق في العديد من اللعبات في كل اللعبات، وبالتالي مسؤوليه صعبه جدا انك تغطي كل الابطال، يعني انا عارف انها عمليه شاقه، ليه؟ انت مش عندك خمس ست ابطال ساحه كبيره ايوه انت مش عندك خمس ست ابطال بتركز عليهم، كلنا ابطال بسم الله ما شاء الله، حتى في الشباب لسه مصطفى عسل في الاسكواش بيكسب بطوله العالم للاسكواش في الهند، فانت عندك في كل اللعبات، ولذلك انا بقول انه ان شاء الله باذن الله مع بدايه هذا التكريم ولقاء مجلس الاداره مع الابطال في اللعبات المختلفه يبقى نشوف في المرحله القادمه التغطيه الاكثر تميزا الاكثر تميزا، حلوه دي؟ اه طبعا يعني اللي هي انت بتغطي لكن انا اللي دايما انا دا حتى بقول ده في الاخبار وفي الاهرام وفي الجمهوريه والجرايد القوميه دائما احنا بنغطي كل اللعبات، يعني احنا لسه الاسبوع ده واخدين ابطال
دوره الالعاب العربيه الافريقيه في الجزائر للشباب، واخدين صفحه كامله. بسم الله ما شاء الله، شفتها حضرتك؟ حقين طبعا طبعا، أيوة. حقين نتائج ليه رائعة. بقى احنا ساعات برضو ما احنا بشر، احنا ساعات في وسط البشريه كده الكوره بتاخدنا صح. ما هو فانا ايه بقى باجي اعمل فيها إيه جزء اقتصاديات عشان أيوة. الناس دي ما تزعلش مننا. صح. لا مانع صح. لا مانع ان بيجي لك نوبه صحيان كده في حدث كبير. انا بكلمك عن نفسي صح، وبعدين الاقي نفسي لا ده الناس الولاد دول عاملين حاجات جميله جدا يا سيدي، بلاش المره دي كلها كوره صحيح، فاروح مديها شويه. بص حضرتك، هو في انت أكثر. فاهم قصدي يعني واصله يعني هو في اكتر من كاس العالم. رونالدو لما راح يوفنتوس الناس نسي كاس العالم، الناس نسي كاس العالم وركزت مع رونالدو وانتقاله لحاجات النجوميه. ايوه طبعا الحاجات وده بقى الاستثمار والصناعه اللي نفسنا تخش البلد دي. في حاجات كده اصلا اقتصاديات، وانا بقعد اقولها لنجوم الالعاب الاخرى وبنقولها للجمهور اللي هو على تماس قوي، تلاقي ابن حتته مش هقول من عيلته بتاع رامي او بتاع العاب قوى او بتاع سكواش. يا جماعه في الاخر هناك رعاه وكذا، لما يبقى في احتراف حقيقي ان شاء الله في البلد زي ما النادي الاهلي بيحاول يدعم الحكايه دي مع ابطاله في كل الالعاب، زي ما استاذ جمال قال انها عاده موروثه كمان ما هياش جديده على مجلس، انقطعت ثم عادت والحمد لله. وبالتالي الصناعه لو اكتملت هتلاقي من اول الراعي بدل ما كل واحد يجي عايز يرعى الكوره وخلاص واحنا مش عارفين هيرعاها فين وازاي، لا يرعى نجم كذا وماذا وهناك مش عارف فريق طايره وفريق بنات وكذا. انا لسه واقع معانا بنت واحده من بنات الاهلي العظماء اسمها رحاب جمعه، طبعا ان شاء الله ابقى اجيب لكم بتاعه الهاندبول. طبعا لا طبعا بتتمنى طبعاً. من الدكتور حسن مصطفى طبعا متابعينها وطبعا راحت النادي الاهلي، بس هي ما حبتش تقول، قالوا لها فورا لو عايزين ياسسوا حاجه النادي الاهلي جاهز. في اجازتها كانت هنا بتتمنى ان تستعيد المراه في عام المراه فكره ان يكون لدى مصر منتخب قوي في سيدات كره اليد. ثلاث محترفات بتقول لي عالميين وما اعتقدش انها بتقول اي كلام، مروه وهي وبنت ثالثه نعرف مروه ورحاب. المهم بقى انه الاكثر جديه ايه انها الموافقه كانت حمراء من النادي الاهلي طبعا على انه ده بس ما هو ليه انا عشان كده احنا بنتكلم يا استاذ عصام، عشان كده انا عارف اصل انت لو ما عملتش ده لو ما بداتوش في النادي الاهلي مش هيبتدي. ما هو ده استاذ جمال صح ولا لا؟ هيبتدي فين؟ الناس بتحمل الالام وده اللي الناس لازم تعرفه، يمكن النادي الاهلي بيجتهد قدر المستطاع في حجم الانفاق وحتى طبعا. حجم طبعا. وقت القناه او المجله او كذا عشان الالعاب الاخرى، لكن لازم كمان نتكلم عن الاستثمار علشان حق البلد دي ان الرعاه يرعوا العاب اخرى. ما ينفعش يفضلوا طول الوقت. خبر النهارده كويس على لسان كابتن محمود كمال اللي هو رئيس اتحاد رفع الاثقال مثلا، والراجل فرحان جدا، سمعته بيتكلم في احدى القنوات على راعي او حاجه انه في راعي بمليون جنيه في السنه. مدام قلت فرحان يبقى راعي يعني مليون جنيه في السنه مع انه مش في الدقيقه مع ان المبلغ مش رهيب، مش طبعا مبلغ، انما في حد ذاته توجه. ما هو انت هنا بتاخد ايه اشارات. الاشاره كويسه انه في حد اولاد اللي هم بتوع رفع الاثقال اللي بياخدوا الميداليات ما شاء الله الاوناش بتوعنا لما ياخدوا مليون جنيه في السنه ده مش لا طبعا ده رقم مش مبلغ حضرتك انت النهارده كابتن عمر قال حاجه مهمه قال ان الراجل رونالدو لما راح اليوفي 62% زياده مش عارف في الاسهم ومش عارف 13% على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر كل حاجه عالية. استنى صديقي بقى 62% دي انا قلتها كده الاسهم في البورصه حوالي 16% زياده. ال 62% دول حضرتك من الفلوس اللي اتدفعت في الصفقه جت قبل حضوره للمدينه بخمس ايام. ايه بقى حضرتك مبيعات تيشيرتات ومجات وكوفيات وجلابيات واشربات. انت قلت حلو الكلام، اكمل لك بس الجمله دي. بينما نحن يعني نلمح استثمار ما احناش عارفين رايح فين وجاي منين. يعني في مصر احنا بنتعاقد مع اللعيبه اللي بندفع فيهم المليارات والملايين حقهم يا استاذ جمال ماشي، بس اعمل زي ما عمل يوفنتوس مع كريستيانو في ايه؟ ان هو قبل ما يلمس الكوره هو جاب ثمنه يا استاذ جمال. ما هو ما حدش بيسال بقى والنبي عشان دي حاجه هي اللي هتودينا للالعاب الاخرى. الاستثمار والصناعه
يجب فرضهم فرض. انا عايز يعني عايزين نتكلم على الاستثمار يا استاذ عصام طبعا بشكل كبير، لكن تفصيلي يعني. نريح شويه ونروح لنجم اهلاوي قبل ما نرجع نتكلم. يلا فورا. طيب نروح لنجم اهلاوي وفقره محببه في الاهلي في كل مكان، بنختار لحضراتكم نجم اهلاوي طبعا نحكي معاكم على تقرير على ذكرياته واهدافه وبطولاته مع النادي الاهلي والانجازات اللي حققها. اخترنا لحضراتكم الكابتن خالد بيبو نجم من نجوم النادي الاهلي وصاحب طبعا يعني مهارات طبعا هنتكلم طبعا عليه وهنسمع في التقرير اللي هنشوفه من خلال حضراتكم دلوقتي، وبعديها نروح للقاء الجمهور وارائهم ورايهم عن النجم النادي الاهلي الكابتن خالد بيبو. ونروح ونتابع ونرجع معاكم مع نجوم الاستوديو الموجودين ومشرفين ومتابعيني ومستمتعين بكلامهم جدا استاذ عصام شلتوت والاستاذ جمال الزهري. نروح نرجع نكمل معاكم. خالد بيبو هو احد اشهر الصفقات التي ابرمها المارد الاحمر في مطلع الألفية الجديدة، حيث يتمتع بالمهارة الشديدة والمقترنة بالسرعة بجانب أنه هداف من طراز فريد. خالد بيبو المولود في يوم النصر 6 أكتوبر عام 1976 بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في صفوف منتخب الشباب، تم تصعيده للفريق الأول منتصف التسعينيات. لفت الأنظار إليه بشدة هو ما دفع الإسماعيلي لضمه موسم 97-98 ليحقق معه بطولة كأس مصر عام 2000. دفع تألقه بالإضافة لنهاية عقده مع دراويش الأهلي للتعاقد معه بداية من موسم 2000-2001 مع نادي القرن. كانت الفترة الأبرز والأهم في مشوار خالد بيبو مع الكرة، حيث لعب مع الأهلي 5 مواسم كانت مليئة بالبطولات والألقاب، فقد حصد مع القلعة الحمراء بطولة الدوري الممتاز مرتين موسمي 2004-2005 2005-2006، كأس مصر 3 مرات أعوام 2001-2003-2006، دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 2001-2005، السوبر الإفريقي 2002، السوبر المحلي عام 2003. تميز خالد بيبو في أثناء لعبه بالأهلي بتواجده المؤثر في المباريات الكبيرة، من منا ينسى السوبر هاتريك الشهير في مباراة القمة أمام المنافس التقليدي الزمالك موسم 2001-2002 ليقود المارد الأحمر لتحقيق فوز كبير ب6 أهداف مقابل هدف، كانت سببا رئيسا في دخول خالد بيبو قلوب كل محبي ومشجع الأهلي. أيضا في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001 أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي عندما أحرز هاتريك حصد به نادي القرن البطولة. هدفه في مباراة السوبر الإفريقي 2002 أمام فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي الذي افتتح به المارد الأحمر أهدافه ليفوز برباعية مقابل هدف ليحقق اللقب. بعد رحيله عن الأهلي انتقل للمصري ثم إلى بتروجيت موسم 2006-2007، استمر معه لمدة 2 عامين، وبعد ذلك أعلن اعتزاله واتجه للعمل كمحلل بإحدى القنوات الرياضية ليعود الآن مرة أخرى للقلعة الحمراء ليتولى منصب مدير عام أكاديميات النادي الأهلي. فكل التوفيق لخالد بيبو في مسيرته القادمة ونجاحه في توسيع قاعدة المشتركين بأكاديمية الأهلي وتقديم مواهب لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء. أهلا بحضراتكم من جديد في الأهلي في كل مكان، ومكملين حديث الخاص بالنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وأيضا في استعداد النادي الأهلي لمباراة يوم الخميس في الدوري العام. لكن قبل ما أتكلم على رأي ضيوفي الكرام في بطولة الدوري العام، عايز أطرح سؤال على حضرتك يا أستاذ جمال، وطبعا أستاذ عصام لازم هيعلق عليه. هو موضوع نص وهو نص. هو موضوع يعني مهم جدا في حال الكرة المصرية، وهو الاستثمار في الفترة الأخيرة في مصر. زي ما احنا شايفين
لعيبة يعني سوق الانتقالات زي ما حضرتك شايف اللعيبة سوق كل بالهمزة مش بالقاف يعني أقول لك ليه بس عشان أنا فتحت معاك الموضوع قبل ما تهرب مني معلومتين وبعدين نروح للتحليل يعني كاملا. أولا الشيء الوحيد اللي هيغير وجه كرة القدم المصرية وأنا بقول للجمهور أهو وبشاور له اوعوا تصدقوا حد يقول لكم هنجيب واحد بدل كوبر وهنجيب لعيبة بدل اللعيبة. إذا لم تتغير الصناعة أو تدخل الصناعة صناعة كرة القدم الحقيقية والاحتراف الحقيقي بسحب أمثلة على رأي إخواننا التوانسة أما عربوا الدواوين عندهم فبقى مكتب التصوير اسمه جذب أمثلة على أساس بتحط ورقة وتاخد زيها يجب أن نسحب أمثلة نترجمها فورا وبالتالي لسه قلنا قصة كريستيانو المتكررة دائما ادفع فيه زي ما أنت عايز فهذا هو فرص السباق زي نجم السينما بالظبط. وطبعا الكبير عندنا مين الزعيم عادل امام ياخد اكس من الملايين حقه لديه حجم انفاق وحياه وكذا وبيدفع ضرائب وكل الاشياء وبالتالي الراجل بيدهم له ليه حضرتك لانه شباك التذاكر ومبيعات الفيلم بتؤكد ان هناك اضعاف من المكاسب. لكن احنا عندنا هنا هات لي مره لعيب لما اشترى نادي قال لك بعت فلنتين اتنين بالبلدي كده الفكر مش موجود اصلا. ما انا بقول لحضرتك اهو ما هو الفكر ده بقى يجب ان تفرضه يد دوله قويه تريد ادخال الصناعه اللي قلت لك هنا في قناه النادي الاهلي ان هناك مشروع مع بعض الزملاء الاقتصاديين بيقولوا انه يدر على الدوله دي تلت احتياجاتها من العمله الصعبه في كده تلت احتياجاتها من العمله الصعبه اهو بقولها وبكررها وبالتالي عندما يدخل الاستثمار مصر نفرح هناك شركاء للنادي الاهلي اللي بدا لبنات الاستثمار برضه عشان ندي الناس حقها ومن ثم ما تقوليش بقى ان احنا نلاقي ساحه اللاعب فيها بياخد 10 مليون مش غلطته ده المفروض ياخد 20 لكن بشرط انه يبقى قدامه كده في الرانك بتاعه انه دخوله النادي معناه تيكت سيزون زادوا 5 تيشرتات زادوا 20 كمان نوع الاستثمار انت جاي تستثمر وانت ما عندكش ناس تشتري البضاعه يعني انت بتستثمر ايه انت بتستثمر في الجبنه البيضاء مش لازم في ناس بتاكل جبنه بيضاء لكن لو انت اخترعت اكل اسمه طوبه ما حدش بياكلها حد هيشتري طوبه لا طبعا وبالتالي قول لي بقى اللي جاي يستثمر ما بيحطش شعاراته ليه على الترسانه والمنصوره وكذا وماذا ليه بقى بيروح جايب لك حته كده ها ويعملها ويقول لك توكلنا على الله ادفع يا جدع. اربع نماذج قبل ما تنقل الحوار لاخويا وصديق العزيز استاذ جمال اربع نماذج قاسم باشا اللي الناس ارتبطت فيه في مصر عشان تريزيجيه ها عليه اكس من الاتحاد الاوروبي عايزين نوضح بس انا جاي لك اهو يعني لان حجم انفاقه بالظبط لا يساوي حجم دخله وبالتالي لانهم لسه مفترضين حسن النيه انه مش بيبوظ الصناعه ها فرضوا عليه 4 مليون دولار غرامه و2 مليون الموسم الجاي على ان يضبط ميزانيته في 2019 حلو الكلام يا ويلو بقى لو لقوا الملعب بتاعه ما فيهوش جمهور يبقى الفلوس دي انت جايبها منين تضبط ميزانيتك صح. طيب جلاطا سراي قبل ما نعدي الاوروبا العميقه جلاطا سراي اظن 9 ومهدد ب9 اخرين وهيضبط ميزانيته بس في الموسم بقى 19 20 يبدو انه قدم حاجه الموسم اللي فات الميلان نفس الحكايه وضعت عليه غرامات وزيدك مش شاري بيت مالوش في الشامبيونز ليج الاوروبي اكيد انت متابع بس هم عملوا استئناف يا سيدي ما يعملوا بقى لكن اتمسكوا البوكس بتاع الرياضه خدهم احنا نهرج مفيش هزار حلو عندنا باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان ومعلوماتي ان هناك هدايا اسبوعيه تتعدى النص مليون يورو علشان تاجيل القضيه لان هناك بيعه اسمها ها علبة نيمار يا جدع للشطار الدفع فيها 20 ضعف الثمن لا بتكلم على الرقم 20 مليون ضعف الثمن هل لدينا هذا النوع من الاستثمار؟ لا طبعا نحتاج دولة قوية وهي موجودة وعنوانها مصر الجديدة كلنا مصدقينه صح؟ طبعا وطلعنا معاه وبيه لابد ان ننبه الدوله عند رئيس دوله الرياضه بقى السيد وزير الشباب والرياضه لانه كده هيبقى كتير قوي لو ما اشتغلش على الفايل ده دكتور اشرف مفيش حاجه اسمها ما تروحش الفيفا عشان بيقولوا تدخل حكومي لا حضرتك قول لهم تعالوا شوفوا عندنا ايه مفيش حاجه اسمها انديه تلعب ما عندهاش اخي الزبون اللي يشتري الحاجات هتلعب ايه وهتستثمر في ايه هتستثمر ان تلاقي
عمر ربيع ياسين كويس فتشتريه. جمال بقى الزويري اللي عنده البضاعه وعنده المستهلك هيضطر يسيبه. بس احنا مش عارفين فلوس اللي اشترى عمر ده صح. سيبك جايه منين، انا ما بدخلش في الزمم، انا بدخل في الصناعه. صح صح ده طبعا. هل هذا نوع من الاستثمار الذي يمكن ان يفيد ويستفيد؟ الاجابه بسم الله الرحمن الرحيم طنطا. مش موضوعنا خالص. استاذ جمال، شايف حضرتك لو المستثمر اللي بيستثمر في احد الانديه بعد ما ضخ امواله وتعاقد مع لعيبه جه وقت عليه وساب النادي ومشي، ايه يعني ايه مصير النادي؟ ايه مصير على فكره اللعيبة؟ هي حصلت قبل كده في تجارب بسيطه قوي بعيدا بقى عن اقول لحضرتك بس بعيدا عن الواقع الاوروبي. استكمال لا استكمال اللي دي في رولز. الرولز بتقول من حوالي يا 10 يا يعني اكتر من 5 عموما سنين انه يجب على النادي ان يكون لديه مشروع تجاري. انا مش بهزر، من اول مزرعه فراخ لغايه مصنع اوكس للطيارات. ليه؟ عشان اللي حضرتك قلته. ماذا لو ما احنا نرجع فر او افلس. انا عايز ننزل على ارض الواقع. يعني حتى دي ليها استاذ جمال ليها حدوته. ما انا معاك يا استاذ عصام، بس دي حاجات مرتبطه باقتصاديات مختلفه ودول ومجتمع مختلف. ازاي؟ اللوائح والنظم والقواعد الاستثماريه والقوانين غير اللي موجوده. انت اللي عندك دلوقتي زي ما كابتن عمر بيقول، تضمن منين انه مستثمر ما يقعد سنه ويمشي؟ ما انا بقول لحضرتك يبقى ما ان ما عندكش. يبقى الدوله اللي هي دوله الرياضه انت عندك قانون تضع هذه، عندك قانون رياضه طال انتظاره منذ منتصف السبعينات. هو كسيح برضه مالوش دعوه بالحكايه. ما هو البدايه يا استاذ عصام، البدايه من هنا. البدايه ان القانون طلع. هذا القانون فيه بنود لها علاقه بالاستثمار والتسويق والحاجات اللي هي المجعلصه دي. دي تتحط ويطلع منها لوائح منظمه. لو عايز يتعاد اغلبه اذا كان اصلا وضعوه رؤساء انديه اصحاب مصالح اساسا. ادي اول حاجه. ما هو بقى اصل كده هترجع تقول اللي وضع القانون ناس اصحاب مصالح. هو يا ريتهم اصحاب مصالح. مش قران. اين هم؟ لا هو مش قران. اين هي المصالح؟ ما يتغير يا استاذ جمال يا سيدي الفضل. واعتقد ان الوزير وعدنا الدكتور اشرف انه هيمد ايده. بص اعتقد هقول لك حاجه، القرار لا يمكن ان يكون شخصي، لا يمكن ان ياتي من الوزير شخصيا. مع احترامي للدكتور اشرف. امال يجي من مين؟ الدكتور اشرف صبحي لا يعلم كل التفاصيل بتاع الحياه. يعني النهارده انا بفترض هذا شأنه بقى. لا انا بفترض ليه؟ ان الدكتور اشرف صبحي يعلم كل صغيره وكبيره في الحياه. ادينا قلنا مثلا. لا اعتبر ان احنا قلنا انا وانت اهو. احنا قلنا بس احنا بنتكلم في بلاد اقل من مصر جمالا. عندنا لو اتنين جمال وعصام قالوا كده يا يمسكوهم لو كذابين. لا والله لا يسألوا وراهم. على فكرة احنا مش مختلفين، بس البداية عندي انه الاول يا اما تغير القانون زي ما انت بتقول وتضيف اليه طبعا ما تشاء، لكن القانون كقانون لا ينظم التفاصيل. ايوه طبعا. طيب ما هو ده اللي انا بقوله. انت لو جيت حطيت في قانون العمل على القضاء على الاستعمار واعوانه طب ازاي تقضي على الاستعمار واعوانه ازاي؟ ما دي اللوائح بقى المفسره. أيوة. ما هو بالظبط كده. انت بتقول ايه؟ تشجيع الانديه على الاستثمار. طيب الانديه دي بتشجعهم على الاستثمار ازاي؟ والله زمان يا سلاحي، ولا تيجي تقول له 1 2 3 على ألسنة وتوصف بقى النادي على اللي ينفع مش يستثمر. يعني حتى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف هو صديق عزيز وأخ فاضل لما بيجي بيتكلم على عودة الجماهير، هل هو يستطيع أنه ياخد قرار؟ طب ما كلنا عاوزين عودة الجماهير. لا طبعا مش هو لوحده اللي يقدر معايا. بس مين بقى اللي يقول له تعمل ايه عشان تعود الجماهير؟ طبعا. هو ده اللي انا اقصده. مين يقول؟ العاملين في المجال. يعني عندك قطاعات كتيره جدا، الانديه تقول ايه رايها، اتحاد الكره يقول ايه رايه. طب ما ناخد تجربه ناجحه او ونكمل يعني أصلي. مثلا من كام يوم قريت خبر على لساني هنا في نشره اخبار قال ان اتحاد الكوره بيلزم الجماهير ان لما الباب الجمهوري يتفتح كل نادي مسؤول
عن دخول وخروج الجمهور. انا واحد. شايف دي مثلا انا شايفها بقولك ان دي بدايه طبيعيه جدا. لا انا بتكلم هو قبل صح كده صح يعني ده طبيعي ده طبيعي طبعا قبل كده ما كانش الموضوع ده صح، لكن انا شايف ان دي بعض الخطوات اللي ممكن ايه زي هقول نعرف ونشوف ونسال. اذا الاحتراف يا عمر مع احترامي يعني في مذيع لو ناس محترفه اللي بتدير في مذيع في شباب الرياضه صديق الاستاذ احمد حسن كان بيكلمني من يومين فبيقول لي على عودة الجمهور وبتاع، فأنا بقول له اقتراح عودة الجمهور من خلال السماح للنادي المنظم أو نادي صاحب المباراة. فسألني سؤال أحرجني، قال لي طب وانت هتعرف منين ان الجمهور ده تبع الأهلي أو تبع الزمالك؟ لا ما هنا بقى اللي قلت لحضرتك هو ايه بقى؟ لا خلينا بس ما انا عارف انا بس عايزين ما انا إيه؟ جاي لك اهو يعني بسال هتشوف بطاقته يا لا يا ريس لا لا مش كده يا ريس اللي قاله عمر بقى ايه بقى؟ ان نعود للاصل مصر مصر ها بتصدر عقول وما يسمى بمنتجات لا عيب ان نستورد نظام في حاجه اسمها حضرتك اللي هو ايه بس اللي هي قاعده إيه؟ البيانات العالم يا استاذ جمال لو كان عندي 80% انا جاي لحضرتك لا ما انا جاي لحضرتك قاعده البيانات انا جاي لك هيبقى فيها ايه طب اكملها بس اكملها لا ما انا جاي لحضرتك اهو لو كان عندي 80% يقين ان قاعده البيانات دي حاجه اساسيه بقوا 1000% في روسيا كويس من الزملاء اجانب ومن اللي انا شفته هناك لا يوجد شيء اسمه تيكت يتباع عند وعند كده ماشي وبالتالي هنا بقى مش انا هدور عليه طب انا جاي يا سيدي ما انا جاي احنا عايزين ناخد لا انا هرد على هرد بقى على مخاوفك انا ماليش دعوه اعرفه اهلاوي ولا زملكاوي انا لا دعوه ان الكاميرا تجيبه وعندي رقم كرسي اخطا في مباراه بس يطلع بقى زي ما يطلع بس انت كده ريحتني بقى بس اللي انا عايز اقوله بقى اللي انا عايز اخر حاجه بقى هذا هو المعمول بيه عايز اقول للراجل كده هذا هو المعمول بيه اللي انا عايز اقوله بقى انه ما انا ماليش دعوه ده تبع مين انا ليا دعوه ان ده بيخش الاستاد الاستاد ده فيه سلوكيات معينه اذا لم يلتزم بيها ما يجيش يعيط بعد كده ويقول لي اصل انا عندي امتحانات ثانويه عامه يا بيك ويا بيك لما يتقبض عليه يا بيك ولا واحد يضغط على الامن ها اللي بيشيل كل حاجه هو والجيش طبعا ربنا يا رب يعني يكرم الناس لا مش انت والأمن. بالعكس ده انا بكمل لك محدش بقى يضغط عليهم ليه بقى لان رئيس مباحث لندن ما بيكلموش واحد يقول له النبي طلع الواد بيتر ايوه يبقى في في كاس العالم يا استاذ جمال في جهات اخرى هي اللي بتنظم استاذ جمال في كاس العالم تسعة ناس لا حرام بره ما مش ده هنا شايلين فوق طاقتهم ومستمرئين الهواه اللي بيديروا الاحتراف هذا العمل احنا متفقين احنا بنبحث دلوقتي عن اليه بقى سيبك انا جاي لحضرتك بص بقى في روسيا تسعة ناس انجليز عملوا اشاره عنصريه التسعة بلدهم رحلتهم أربعة منهم مش هيخشوا ماتشات البريمير ليج الدوري الانجليزي والعياذ بالله سنتين ايه رايك بقى طيب ما هو ده الكلام المظبوط ايه بقى المشكله ان احنا نجيبه بقى ده. نستورده هو ده بس نيجي بقى لنقطه الاستثمار خلاص احنا اتكلمنا في عوده الجماهير نقطه الاستثمار والتسويق والكلام ده كله له اليات الاليات دي مش محطوطه في القانون بتحتاج الى تنظيم بمعنى ان انت ليك ظروف معينه دلوقتي في الدوري المصري مش كل الانديه يا استاذ عصام عندها القدره في أندية هتخرج من المنافسة في سوق الانتقالات ليه؟ ما عندوش استعداد يدفع مثلا 30 و40 مليون في لاعب صح طبعا وفي أندية ما بتصدق تاخد المبلغ علشان تصرف بيها انا بكلمك على معلش على الواقع اللي احنا عايشين فيه وفي أندية ما بتصدق تاخد الفلوس وتصرف بيها على يا جماعة الواقع ده زي الورم اما صح. ان تشيله او يستشهد بمعنى هذه الأندية يا استاذ جمال لازم اولا النهارده هذه الأندية تعطى فرصة لتوفيق اوضاعها اللي هي بنسمع عنها بقالنا 10 سنين ماشي. فرصة عشان ترخيص دوري المحترفين اقرا الفرصة اقرا الفرصة يا ده اتحاد الكورة انا بقول لحضرتك اهو صح. طب انا عارف اللي ما عندوش 30 مليون بيعملوا فيه ايه في بلاد اقل منا جمالا برضو كرويا طبعا ما يلعبش دوري محترفين عنده مسابقه تاني اسمها هواء اوكي طيب طب ايه رايك بقى اننا سالنا المهندس هنا بوريدا من سنتين في ندوه اي قبل الانتخابات في ندوه عملناها في اخبار اليوم امتى هتطبقوا دوري المحترفين عارف الاجابه كانت ايه قال له مين قالك ان احنا والمهندس انا برضا ربنا يديله الصحه وعايش واحنا مسجلين الندوه قال له مين قال لكم ان احنا ما عندناش دوري محترفين طيب انت عندك دوري محترفين انا
ايوه في مصر مش انت يا عصام. حضرتك يا استاذ كمال حضرتك عارف دوري عصام حضرتك عارف دوري المحترفين ده ايه؟ يعني دوري المحترفين ده ليه كده روز؟ يعني مثلا طب مثلا طب امال ليه المهندس انا بوريلا مش قصدي يعني مثلا ايه لازم انا بسالك سؤال يعني انا سيب حضرتك من القوانين انا بتكلم مثلا على حاجات طبيعيه كده ان لازم يكون المطار يبعد مع مسافه مثلا 100 كيلو من ملعب دوري المحترفين لازم ان يكون عقود لاعبي كره القدم مش من طرف واحد بس ما ينفعش ان اللاعب كره القدم بعد 5 سنين امضي معاه عقد على طب انت عندك الكلام ده ما انا لا طبعا ما عنديش انا عشان كده برد على حضرتك الكلام ده مش وحي هبط عليهم يا استاذ جمال بلاد خدت قرار يا استاذ جمال ان يبقى عندها صناعه اسمها كره قدم يا استاذ جمال انت صديق المهندس ثاني ابو ريده زي طبعا واكتر مني طبعا انت صداقتك بالمهندس ثاني اكتر مني طبعا اساله قول له هو قال الكلام ده ولا ما قال ما هو اكيد قاله وانا بشكك طب قالوا ايه بقى ما انت دلوقتي لما تيجي تقول لي ان احنا عندنا وانا برضو لا عندنا مصنع عندنا مصنع لانتاج السفن الفضاء اقوم اقول لك فين هو صح ماشي او عايز اركب السفينه ما انا برضو ما انا برضو ما انا برضو صح لا كنا كلنا واثقين ولا زلنا نفسي ادي الراجل ده ان هو الراجل يستطيع ان يفعل صحيح. لكن عليه كمان انه ينظف حواليه لان هو اللي اللي عارف الحاجات مش بقصد ان انا اقول ده انا بقول لك معلومه قال صح ما لا كويس جدا لكن ما هو قال لنا برضو قبل الانتخابات يا استاذ جمال انه ما حدش هيشتغل ها من مجلس اداره اتحاد الكوره مع الناس اللي بيجوا يبقى بيننا وبينهم بيزنس وكان مصر واشتغلوا ايوه الله يبقى احنا لازم نقول له يبقى لا الاول نطبق اللي في ايدينا يبقى لازم نقول له عود الى برنامجك زي ما انا قلت له في روسيا انت جيت يا عماني انا ما قلتلوش في روسيا لاني ما انت ما روحتش انت جيت ان شاء الله انت جيت وقد وقد يكون ده الحاجه الكويسه ضمن المنظومه دي انك حاجيت على المنتخب اللي ما راحش 3 سنين وكان حلمك كاس العالم ففي الخلفيه سبت الاولاد يجروا شمال ويمين بهدلوا الاوضه لا ارجع وضبها بقى حلوه قوي وثقنا فيك هقول جمله بقى فيجب ان تعيد لنا اقول لك جمله ان اما وان احتكم الامر عند اسمه ايه ده اما انه الامر احتكم واتحاد الكره مش هيمشي انا الاوان ان اتحاد الكره يعيد تنظيم البيت من الداخل زي ما حضرتك من سنه بريده لان هو اللي قال لنا وقلنا له مصدقينك وهو بيعمل برنامجه لا مش لا الاختبار لسه بدا لسه الحديث مطول مع ليه لان هو طرح ده في برنامجه لو انت فاكر ايوه ان هناك اتحاد تستحقه مصر هو احنا امتى هيبقى عندنا اتحاد تستحقه مصر لو ما جاش في عهد هاني ابو ريده لازم ما نسيبوش بقى احنا معاه بس هو معاه يا عم مش معاه هو نريح شويه نرجع نكمل احنا مع بعضينا احنا مع بعضينا بدل من الكلام عن فكره ايه قطعوه اضربوه لا ما احنا عايزين نبقى معاه لا بص هاتوه وقولوا له لازم تصلح هنكمل مع ضيوف الكرام بعد ما نروح فاصل سريع نستريح فيه شويه وهنكمل مع حضراتكم لا هنستريح ناخد نفسنا كده ونظبط هنقول ايه بعد ما نرجع من فاصل وتقرير ايضا مع الجمهور ورايهم في النجم الاهلاوي كابتن خالد بيبو نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم في الاهلي في كل مكان الاهلي مليء بالاساطير وخالد بيبو من اللاعبين الممتازين اولا خلقا وكان اكثر التزاما في الملعب كمان بيعجبني طريقه لعبه لانه هو كرييتيف مبتكر شويه في لعبه يعني ما بيعتمدش على الطريقه التقليديه بيشوف المكان الفاضي فين وبيروح وبيستلم وبيعرف ازاي يواجه الخصم بتاعه وبيقدر ازاي يفوت كويس طبعا كلنا نتذكر ماتش 6-1 يعني في كور كتير هو يعني خدها ومشي بيها واحرز اهداف وكانت الغلبه للنادي الاهلي في الماتش ده فخالد بيبو قدراته عاليه امكانياته هايله لعيب كويس قوي واعتقد ان هو ممكن يفيد النادي الاهلي الفتره اللي جايه خالد بيبو انا عارفه
معرفة يعني، وهو كان من أبناء السويس وبعد كده اتنقل للإسماعيلي ولعب للإسماعيلي. كنت بتمنى من أبو من ربنا اللي هو يجي الأهلي بأي وسيلة، وحمدت ربنا هو جه الأهلي وبقى نجم في الأهلي، كان حاجة فوق اللي ما تصورش يعني. خالد بيبو من اللعيبة الموهوبة اللي جت وأثرت في النادي الأهلي بلعبهم، ومن اللعيبة اللي كانت ظاهرة أبدا لما كان لعب في الإسماعيلي، كان ظاهر في الإسماعيلي وجه النادي الأهلي، وطبعا لقى في النادي الأهلي الفرصة أن موهبه دي تظهر وتكبر، فعيلي قوي كتير في النادي الأهلي وسط الكوكبة اللي كان بيلعب معهم، وهو أصلا عنده استعداد له، لعيب موهوب، وكان يعني له لمساته الكورة دي لمسات لعيب فعلا موهوب. أحلى لخالد بيبو، وبيبو بيدور لبلال مرة ثانية ومضغوط على بلال، اوبا والهدف الثالث، والهدف الثالث، الله 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 الله، واحد لواحد، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول، بيبو بشير، بيبو جول. يعني انا عايز اقول بس الاول النادي الاهلي وبصفه طرباوي، النادي الاهلي طول عمره حافل بالقيم والعادات والتقاليد اللي مش موجوده في اي مكان تاني، الاحترام والمتبادل. خالد بيبو قمه الاخلاق وقمه الذوق، وحتى في الملعب كان يعني من الناس اللي نادرا ما تلاقي اي خطا او اي تعاون كامل مع زمايله، وده الجيل ده ما يتعوضش، الجيل ده خدم النادي الاهلي كتير، والحقيقه في انجازاته كمان ما يتعوضش، دي حقيقه يعني. كلنا فاكرين طبعا ماتش 6-1، وطبعا واهدافه الجميله كلها ومهاراته مع فريق الكوره، وطبعا كفايه اسمه على اسم رئيس النادي خالد بيبو يعني اللقب ده اساسا ما خدوش بالسهل يعني، اكيد فكون هو ياخد نفس اللقب ده هو، فاكيد يعني طبعا مش محتاج ان انا اتكلم عنه كتير. وطبعا مباراته الشهيره يعني سوبر هاتريك في ماتش الزمالك، ده حاجه مش قليله يعني. وماشي خالد بيبو، وماشي خالد بيبو، وماشي خالد، ارضيه وفاروق وبيبو وبيبو، والهدف الثابت، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل. وهجمه مرتده وثلاثه احمر على اثنين ابيض، ثلاثه احمر على اثنين ابيض، بيجري بيبو ويحطها له، وهو جول، 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 وهو جول. اقول لك ايه، وعد لك ايه يا خالد يا بيبو. مسيرته مع النادي الاهلي وجوانه كتير واخلاقه في الملعب، وازاي اللعيبه بتقدر تتعلم منه حاجات كتير في الملعب، والشهره طبعا اللي اشتهرها طبعا في الاجوان، اجوان 6-1. خالد بيبو من اللعيبه المحترمه اللي هم افادوا النادي الاهلي وظهر وبرز نجمه في النادي الاهلي، واهدافه مؤثره وفي بطولات النادي الاهلي، والصراحه كان بيتمتع باخلاق عاليه وروح عاليه، ويمكن من اللعيبه اللي اشاد بيهم مانويل جوزيه ان هو كان احد اسباب فوز الاهلي ببطولات افريقيا الكتيره. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي في كل مكان، ولسه مكملين معاكم مع نجوم الصحافه المصريه، بصراحه اثنين تقال جدا مستمتعين بكلامهم، الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ جمال الزهيري. ارجع من تقرير الجمهور مع الكابتن خالد بيبو، اسال بقى استاذ عصام، يعني كابتن خالد بيبو اكيد نجم كبير متعنا بسرعاته ومهاراته في الفتره اللي كان بيلعب فيها مع النادي الاهلي، يعني اكيد حضرتك بقى يعني عاصرته وشفت واكيد طبعا في مقارناتك ليه شايف ان هو واحد من امز اللعيبه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. خالد بيبو ولا نجم ولا حاجه، خالد بيبو سوبر نجم. انا قلت بجد يعني لا ده بجد يعني، لان برضو يعني لعلمك يعني مش مجامله لاستاذ جمال ولا لعبد الله يعني المحدثك، احنا من الناس اللي كنا يعني ايدنا في العجين من الروح والبص طبعا دايما من بدايتنا لغايه لما حتى لغايه دلوقتي نبقى متقاعدين نتفرج على تمرين. الحقيقه الراجل مانويل قال له انت، كان لويس فيجو طبعا حاجه كبيره يعني، طبعا قال له انت ممكن تبقى اكسترا لويس فيجو، فده مانويل ما اعتقدش اللي يعرفه كويس، لا كان يعني بيجامل ولا بيعرف يجامل، والدليل انه بعد شويه لو غلط بيبو او اي نجم او تريكا او بركات كل العظماء دول كان بيقلب عليها كأنه ولد صغير. وبالتالي ادي رجل فنيا بيقول ده. في 2002 بيبو كان معانا في مالي، الكابتن جاري
لازمته العظيمه دي قال له يا اخي بص شويه لنفسك تلعب في العالم. يعني ما قالوش فين كان يعني الكابتن اتعصب فما قالوش فين يعني في العالم، قال له تلعب في العالم. وبالتالي انت بقبل نجم سوبر حقيقي يعني. كمان ارتبط اسم بيبو دايما بالهدوء. صحيح انا ضد فكره تقول لك ده لاعب ده مش الخلق والولد ده متربي، يا عم الكلام ده لو يتجوز اختي. لكن لما بيبقى بقى في النجم اللي هو وقت ما بيقدم لك وجبه المتعه مهما كان، عشان كده لما حد بيقول اللعيبه طبعا ياخدوا ملايين وياخدوا مليارات، هم الحاجه الحلوه، هم الصنعه، هم الفيلم اللي بندفع تذكرته عشان نتبسط او يبقى مشوق او كذا. وبالتالي لما يبقى كمان مرتبط هذا السوبر بانه يا عظمتك وانت مراهق وفتوه الشباب وكذا، وبتتراجع عن كل سلوكيات الشباب من اجل تقديم متعه، وطبعا دي ما ينفعش معاها نصف الاجابه الاخر ها بتاع ايه ما هو بياخد فلوس. لا يا اخي، ياما ناس ممكن يبقى فيه ليها فلوس لكنه غير مقنع اخلاقيا كنجم لغيره، والا ما كانش بعض العقوبات يا جماعه في الاتحاد الاوروبي واتحادات اخرى طبعا بيبقى فيها جزء خدمه عامه، يعني اذا اخطا نجم وحبذا لو كان ده مش سلوكه زي روني فيخلوه يروح يعلم الولاد حاجه لطيفه. روني كان بيكنس الشارع. وانا بقول لك لا، وفي بابان طبعا. بابان خلوه يدي حصه عن الاخلاق لانه نط في صدر متفرج، انت عارف الملاعب بره والعياذ بالله كده ان شاء الله نبقى زيها بقت زي المسرح مفيش حجب يعني. وبالتالي ساعتها بابان كانتونان اسف صح. يا الهي لقد عاد المانشيت انا عمال افكر عمال افتكر الاسم يا الهي لقد عاد اريك كانتونان المانشيت بتاع الاكيب وهي من هي في عالم الصحافه العالميه يا الهي لقد عاد لما رجع من الايقاف راضيا. وعلى فكره ما راحش المدرسه والاستاذ سيفونيل الناظر قعده على جنب شغاله ام العقوبه. لا والاهم هو عجبه ده وقدم اعتذار للتلاميذ وقدم اعتذار للراي العام الفرنسي. وبالتالي ما اجمل بقى النجم لو بلا خطايا كانتونا زي بيبو. بيبو لم تنسك حوله حتى شائعات ما شاء الله عليه، فاكتملت عنده الحسنيين يعني سوبر نجم وسوبر اخلاق. وان كانت دي مش اصل الحكايه في صنعتك كلاعب كره، وانما هي يعني المهم جدا للنجوميه ان تبقى عارف زي بيليه ومارادونا مع احترامي، هل يختلف احد على مارادونا؟ لا طبعا. لكن لا زال لما حد يقول الملك هو بيليه الاقل اخطاء شخصيه لم يشب تاريخه حتى الحاجات الشخصيه هتقول كان بيبقى مستخبي مثلا لازم يعتزل بعد قصيده الشعر اللي انت قلتها له. لا والله يا حق لازم يعتزل بقى لا في جمال يعني لا سوبر الحقيقه طبعا. بس لما بترتبط الجزئيه دي لانه فعلا بيليه قد يكون مارادونا تفوق بعض الالعاب او المهارات، لكنه دايما لما يتحدث يقول لك الملك بيليه. حتى مارادونا ما عندوش غضاضه. طيب سريعا قبل الوقت بيجري بينا عايزين نخش في نادي الاهلي واستعداداته لمباراه الاسماعيلي. شايف حضرتك المباراه الاولى يوم الخميس الساعه 7 ان شاء الله بتوقيت القاهره على ملعب السلام. الاهلي هيوصل كمان يمكن كمان ساعه ونصف ان شاء الله مطار القاهره بالسلامه، عنده اجازه بكره هيستعد يوم الثلاث الوقت ضيق جدا. ازاي النادي الاهلي هيستعد للمباراه وشايف ازاي بدايته مع الاسماعيلي القويه بعديها كمان هيلعب المصري؟ شوف اولا قبل ما اتكلم عن استعدادات الاهلي لانطلاق الدوري لازم اقول ان خالد بيبو اوعى تتوهوني. لا طبعا خالد بيبو والله لو ما قلتش لا لسه اقول لك انت ما بتحبش خالد بيبو. خالد بيبو ممكن لو انا طنشت يقول لك ده بيكرهني ده محتاج يقول لك ده انا محتاج هقابلك بقى يا ابني على كلام حضرتك. لا يعني كل كلام الاستاذ عصام ده 10 على 10 عن خالد بيبو، وهو لاعب فعلا استطاع ان هو يحفر اسمه برضه خلي بالك في تاريخ النادي الاهلي. ولما لاعب ينجح ان هو يحط اسمه بهذا الشكل والمكانه دي عند جماهير الاهلي لا الله دي زاويه طبعا يعني عارف لو عمل كده في اي نادي تاني ممكن اقول لك ايه ماشي يعني يجوز انما ان هو يستطيع ان يصل الى هذه المكانه وسط بقى عشرات النجوم الكبار اللي في النادي الاهلي اللي حفروا اسمائهم، فطبعا ده يعني انا بقول انه انجاز لخالد بيبو وجائزه يستحقها. الله يعني انجاز عمله صحيح وجائزه يستحقها ان هو يبقى وسط هذه الكوكبه
من نجوم النادي الاهلي. فانا بحييه طبعا وباكد على كل كلمه قالها استاذ عصام. النادي الاهلي النادي الاهلي واستعداداته طبعا القرعه اوقعت النادي الاهلي في مباراتين مهمتين الاثنين وقويتين جدا، يعني لقاءه مع الاسماعيلي لقاء قمه مبكر واختبار حقيقي، والنادي الاهلي يستطيع من خلال هذه المباراه ان هو يقول لنا شكله ايه في المنافسه القادمه باذن الله ان شاء الله. وتليها مباشره ايضا المصري. مباراه قمه مع المصري، واعتقد انه البدايات القويه دي قد تكون في مصلحه النادي الاهلي، لانه عارف انت لما اكون داخل حلبه المصارعه ويجيبوا لي اقوى يعني او اتنين من الاقوياء واتفوق عليهم، ده في حد ذاته ويبقى بدايه. يعني الاهلي هنا مش بيسخن، مش بيلعب مباراتين كده في البدايه، لا، داخل بدايه قويه ناريه جدا مع الاسماعيلي ثم مع المصري، واعتقد انه ان شاء الله هتبقى بدايه موفقه. يعني استاذ عصام، يمكن هل البدايه القويه بتكون مسج او رساله لباقي الانديه اللي موجوده ان النادي الاهلي جاي من اول لحظه بينافس على لقب زي ما معودنا كل سنه؟ يعني اول مباراه مكسب بتفرق في مشروع النادي الاهلي، ولا حضرتك شايف ان الاجهاد اللي النادي الاهلي راجع بيه ممكن ياثر عليه بعض الشيء في اولى مبارياته؟ لا، ما زي ما استاذ جمال قال انه يعني ده بيبقى قدر الكبار، ممكن ما ينفعش معاهم التسخين او التدرج، ممكن يختاروا في فترات الاعداد ان يلعب متدرجا عشان يحافظ على معدلات، لكن لو فرضنا ان مباراه ثالثه مع الزمالك لقلنا انه الاهلي يلعب مع المربع الذهبي من اول الدوري، يعني ما دول فرق المربع الذهبي الحقيقي يعني للكره المصريه، وبالتالي الاهلي مش في مهمه صعبه، لانه زي ما الاهلي امامه الاسماعيلي فالاسماعيلي امامه الأهلي. الغول الاحمر طبعا. الاهلاوي ومن ثم النادي المصري، هي نفس الحالات يعني، بس هي الضغوط شويه ان النادي الاهلي لديه مهمات اخرى. اعتقد هنا كارتيرون يعني هيرفع الستار عن كامل الرخامه اللي مكتوب عليها تدشين وجوده بقى في النادي الاهلي. اذا شفنا بدايتها انه في عهد مجلس اداره بقياده محمود الخطيب تم التعاقد مع كارتيرون، هتروح واسع الستار شويه تلاقي بيقول ايه، وسيقدم الرجل مش عارف ثلاث ادوار ايه، بمعنى انه هيبدا بقى يدخل صلاح محسن من وجهه نظري، هيبدا يعمل التباديل والتوافيق اللي هي بيسموها بره ان يبقى عندك قرابة ال 18 ل 20 نجم على مستوى واحد، 11 بيتخانوا عشان يبقوا في الملعب، خناقة طبعا إيجابية، وسبعة بتوع التغيير، وأيضا باقي القائمة عمالة تجري عشان تحصل ال 11 والسبعة. دي الإفادات العظمى للنادي الأهلي من المباريات غير المتدرجة، ومصطلح جميل يعني من الأستاذ جمال. طيب، هل حضرتك أستاذ جمال شايف إن إصابة أجاي من 6 أسابيع لـ 8 ممكن تقف على النادي الأهلي، ولا زي ما أستاذ عصام قال إن كارتيرون جاي بفكر إن يبقى عنده من 18 لـ 20 نجم، أي حد يكون موجود هيأدي بنفس الدور وإن شاء الله يكون أفضل لحد ما أجاي يرجع بالسلامة من الإصابة؟ ما هو دي نقطة مهمة برضو، إنه أنت معرض للإصابة، يعني فريقك معرض لفقدان بعض اللاعبين أثناء المشوار، وعشان كده لازم كل القوة اللي عندك تبقى موجودة وجاهزة. ومن هنا ممكن يعني أحيانا بيفرض على المدير الفني أنه ياخد قرارات. فهو الآن في موقف أنه هو لابد أن يمنح الفرصة للاعبين الموجودين، لانه لما يبقى عنده 20 لعيب غير انه يعتمد على 16 او 14. صحيح، ما ينفعش، لازم انت بتلعب في اكتر من بطوله، لازم يبقى عندك البدائل القويه جدا، ولازم تمنح الفرص، وخاصه في حاله واحد زي صلاح محسن اللي احنا لسه بنتكلم انه كان يجب انه ياخد فرصه. صحيح، لا، آن الاوان، وطبعا ده قرار في النهايه قرار فني فني، وهو يرى أكثر مننا ويعلم ظروف كل لاعب إيه. إنما أنا بشوفها ميزة إن هو لابد حتى الظروف الصعبة اللي بتواجهه. أجاي طبعا لاعب معروف إنه إمكانياته قد إيه جامدة يعني، إنما أحيانا إصابة لاعب زي أجاي بتخلي المدير الفني يفكر صحيح في البدائل اللي عنده، وده مطلوب يعني.
ودي قد تكون بدايه لظهور وبروز نجم اخر على فكره. طبعا هو بيبقى نجم بالتاكيد خاصه مع الكبار، لكن بدايه انه ياخد سكته يعني. زي بالظبط نفس المعادله اللي احنا قلنا ان كارتيرون يعني ولا مخترعه ولا حاجه، لكن انت ليه بتبقى سعيد انها بدات تطبق في مصر؟ ان هو يلعب بمعدلات ال 18 ل 20 بس، مش رامي السبعه بقيه ال 25، لا ده سايبهم في سبعه عشان يروحوا مع دول جاهزين. وفي نفس الوقت احنا شفناه بيلعب ثلاثه فلات زي اللي شفناه في كاس العالم، بيحط الراجل علي لقدام وبيهاجم بيه كواليبالي يروح يجيب جول. شفنا مدرب لديه نوازع دوليه لانه حاسس انه بيدرب فريق دولي عنده فكره او فريق عالمي يعني. وبالتالي ستنشا كمان على خلفيه اصابه هي الاقدار طبعا حسام ايقاف انا اسف ابننا حسام هيحط مكانه ديفندر تاني لانه حسام عاشور خد الكارت، فبالتالي مش هيلعب ماتش الترجي. اعتقد انه ممكن كمان يا اما يبدا بيه او يبدا بديفندر اخر في مباراه الاسماعيلي. لسه هيتحدد يوم الثلاثاء ان شاء الله، لسه لم يتقرر يعني موقفه. محمد هاني ركب النقر موجود يعني، وده حال الكوره يعني. مش مع فتحي طبعا، من لا ينتظر عوده فتحي، لكن دي بتؤكد اللي بنقوله عن معاني احترافيه ان هناك نجم كبير اسمه احمد فتحي، لكن الاهلي ومديره الفني الكبير لا يخشى غيابه. استاذ عصام الرئيس التنفيذي لرئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع شرفيا نورتيني، طبعا بستمتع بوجود حضرتك معايا فعلا قامه كبيره جدا النهارده. انا طبعا سعيد معاك على طول، بس سعادتي بتزيد مع اخويا العزيز الاستاذ جمال. الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي المشرف على الاخبار في اخبار الرياضه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، بجد بتشرفني وبتنورني، ان شاء الله تكون موجود معايا. لا ان شاء الله، وانا سعيد والله بوجودي معاك. شوف انا بعدهم دي المرة الثانية، المرة الثانية كانت يعني عشان بس تاخد بالك عد انا وانت كتير يعني. انا وعصام كتير يعني الحمد لله. كنا مع حضراتكم من الساعة 9 حتى الساعة 12 في الاهلي في كل مكان. الجزء الاول كان خاص باخبار النادي الاهلي، الجزء الثاني كان مع ضيوفي الكرام. بكرة ان شاء الله هنكون معاكم من بث مباشر من داخل النادي الاهلي في حفل تكريم من مجلس الإدارة للأبطال اللي حققوا إنجازات في موسم 2017-2018. كل التوفيق إن شاء الله بكرة للجميع. نشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي في كل مكان. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.